تمام. احنا لايف وهي كمان الرابط هون بالشات. ايوه الكلام. تمام. طيب تمام. اوكي، بدنا نبدأ من محل ما انتهينا هذيك المرة. انا مش فاتح الكاميرا هلا، يمكن احسن عشان ما يقطعش الصوت. فبدنا نبدأ من محل ما انتهينا هذيك المرة، اللي هو كان إنشاء حساب. أما إنه عملت حسابات بهالفترة، هي سهلة كتير زي ما فرجانا على هذيك المرة. بس من الصفحة الرئيسية لويكيبيديا في إنشاء حساب، بعدين تعطينا اسم المستخدم وكلمة السر والبريد الإلكتروني والكابتشا، وخلص على طول بنفتح الحساب. هلا كمان في هدول الفيديوهين، بعرفش منيا بعتيهم للمشاركين ولا لا. مزبوط مزبوط، بعتهم انا اوكي ايميل كل تمام، الروابط يلي بعت لنا اياهم. ممتاز ممتاز. بس في رح تذكير سريع بس للموجودين، انه بيقدروا اذا عندهم اي سؤال يتركوه بالكيو اند اي، وممكن كمان نتيح بالفرصه بالاخر لمداخلات صوتيه. تمام. بالضبط، تمام. بدنا نحاول يعني نخلي آخر نص ساعة مفتوحة للأسئلة. فهدول الفيديوهين بعتناهم بالروابط، يعني مفروض يكونوا موجودين، بالإضافة لبعض الروابط الثانية. هلا بالنسبة للتحرير، في طريقتين بالكتابة في ويكيبيديا. في الطريقة التقليدية اللي هي باستخدام الكود، يعني واللي هي اللي لحد الآن موجودة، والمستخدمين القدامى متعودين يستخدموها. بس في بآخر كم سنة طورت ويكيميديا، طوروا محرر مرئي، اللي هو يعني بيظهر مثل ما ممكن نحكي زي اللي واجهة بتشوفه، واجهة زي وورد، او زي محرر يعني حديث. يعني اللي بتكتبوه هو اللي بتشوفوه. What you see is what you get بسموه بال editor. فيعني في خيارين لطريقة التحرير، إما استخدام المحرر المرئي أو استخدام صندوق التحرير التقليدي. طبعا كانوا الناس، بس يعني انه علق على النقطه هاي، قديما زي ما قال فرح كان الكل يتوجه لمعدل المصدر اللي هو بالاول هذا عن طريق الاكواد، يعني لانه كان المتاح وحيد زمان، يعني هو الحال المتاح زمان. فكان المستخدمين بيواجهوا صعوبات في التعامل معهم، من باب انه بيحتاج تكون عارف الاكواد، كيف بتكتب الوصلات، مثلا قوسين مربع بيعطي وصله، القوس اللي هو مزخرف ممكن بيعطي قالب، الامور هاي كيف تعمل البول، يعني لازم تحط اللي هم الفاصل العلوي وما الى ذلك. فالمحرر المرئي زي ما قال فرح يعني من كم سنه طلع سهل الامور هاي، وصار هو المفعل بشكل تلقائي عند معظم يعني جميع المستخدمين لما يسجل حساب جديد. يعني انت لما تسجل حساب جديد بتلاقي مفعل عندك المحرر المرئي زي ما هلا واضح على الشاشه، اللي زي ما قال برضه فرح انه نفس الشيء، يعني هو زي واجهات محررات النصوص وورد والاكسل وغيرها، يعني انه واي يعني حتى التكست ما الى ذلك. انه انت مثلا بدك تعمل الكلمه بول، ممكن تحدد الكلمه ومن فوق بتختار بول، بدك تعملها مايل، بدك تعداد نقطي، بتلاقي كل شيء موجود، ومجرد بس تختار وتحدد، يعني زي واجهه تفاعليه ممكن نعتبرها، اسهل بكثير تعتبر يعني على الجديد او اللي ما بيعرفش اللي هي بلغه معدل المصدر انه يستعملها. بالضبط، وبتظهره زي ما راح يبين في للمستخدم اللي بقرأ المقالة. يعني هون مثلا صحيح. ال هدول الواحد اثنين، يعني هيك ببين المرجع. للقارئ، المرجع ببين للقارئ، وهي البولد مبين بولد، الوصلات مبينة باللون الأزرق. وطبعا التحويل بين الاثنين متاح، يعني بأي لحظة
بيكون الواحد يعدل في المحرر المرئي في إشي بده يعمله ممكن يكون أسهل باستخدام معدل المصدر معدل المصدر بيقدر يحول من هون من الألم لل مش حاططها هون مش مشكلة زي أقواس بيكون فيه تمام بس هدول كم سلايد يعني اللي ضلوا من هذيك المرة. هلا بدنا ننتقل ل بس أفرجيكم على السريع كيف الدخول للموسوعة. هي هلا تم تسجيل الخروج من هون من فوق على الشمال في دخول تحط اسم المستخدم وكلمة السر. خلينا نعد الأحرف معك فرح. أيوة. ويبقى مسجل دخول لمدة 365 يوم. هذه إذا بتستخدموا جهازكم يعني جهاز خاص وما بتكونش كل مرة تضلوا تسجلوا دخول. تمام. أوكي. هلأ. علاء بدك تحكي لنا شوي على السياسات والإرشادات. تمام. هلا احنا اليوم جلستنا هدفها الأساسي راح يكون اللي هي السياسات والإرشادات بوكيبيديا، فحبينا انه فرح انه تكون الورشة التفاعلية اكثر من ناحية انه الشيء بوكيبيديا نفسه يعني من غير صور وما الى ذلك. يعني هلا بداية بدنا نوضح نقطة بسيطة، يعني ممكن شخص يحكي إنه شو السياسات أو شو الإرشادات وشو فايدة ويكيبيديا. هلأ زي ما حكينا بالجلسة الماضية ومنعود منعيدها اللي هي النقطة إنه ويكيبيديا المجتمع فيها ليس مجتمع فوضاوي ولكن مضبوط بسياسات وإرشادات بتنظم عمله. مثلا يعني عشان ممكن نحكي هو المثال الأبرز، في حال حذف مقالة في سياسة ضمن نقاط معينة، يعني إنه ممكن حذف المقالة في حال طابقت الشروط التالية، ممكن منع المستخدم في حال التالي، يجب يعني أو في مواقع محددة مثلا ما بتصلحش كمصادر لأنها مواقع فرضا مثلا تجارية أو ممكن تشتري مقالات فيها، أو اللي هي السياسات يعني اللي بتنظم الأمور. هلأ الفرق بين السياسة والإرشاد، هلأ بداية زي ما شايفين على الواجهة اللي هو هذا من إحنا بنسميه القالب، يعني اللي هو قالب تصفح منظم كل الصفحات فيهم الخاصة بالسياسات والإرشادات الويكيبيديا، وأي شخص بيكتب العنوان هذا بحث ويكيبيديا اللي هو قالب سياسات وإرشادات ويكيبيديا راح يفتح القالب قدامه بشكل نفس قدامكم حاليا. هلا بالنسبه للفرق بينهم، يعني ممكن انتم تنتبهوا انه في يمكن في صح باللون الاخضر اشاره اللي هي الصح، وفي باللون الازرق اللي بين اللون الاخضر هي عباره عن سياسه. السياسه في ويكيبيديا اللي هي عباره عن قواعد يجب على جميع المحررين اتباعها، يعني قواعد ملزمه. طبعا هاي السياسات ما اجتش من فراغ، يعني تناقشت عليها المجتمعات اللي هو المجتمع مثلا الخاص بالويكيبيديا العربيه، تناقش عليها وضمن نقاط معينه بشيء اسمه اليه اقرار السياسات، بالاخر تم اقرار هاي السياسه كسياسه رسميه في ويكيبيديا العربيه، يجب يعني منأكد على كلمه يجب على جميع المستخدمين اتباعها. اما بالنسبه اللي هي للاشياء اللي باللون الازرق او الصح الازرق ممكن نحكي اللي هي عباره عن ارشاد. الإرشاد في ويكيبيديا ممكن نحكي هو أقل درجة من السياسة، بمعنى هو يعتبر يعني الإرشاد يعتبر معيار مقبول في ويكيبيديا بشكل عام. هلأ يعني ممكن نحكي يجب على المحرر اتباعه بس مش وجوب زي السياسة، مش يعني إنه قطع. يعني مثلا في ويكيبيديا ممكن تكون الإشي بيحتمل وجهين، غالبا هاي بتكون الإرشادات، يعني إنه أنا مثلا ممكن أستعمل الأسلوب هذا في كتابة المقالة والأسلوب الثاني في كتابة المقالة بتلاقيه موجود ضمن الإرشادات. أما مثلا لما يحكي لك يجب إنك تعمل كذا ضمن السياسة فهذا إشي واجب التطبيق على الجميع طبعا، سواء محررين إداريين ما إلى ذلك. طبعا في نقطة ضرورية إنه جميع الصفحات هاي السياسات والإرشادات بتلاقي لو دخلت عليها أي واحدة فيهم بشكل منفرد بتلاقي بشكل علوي مكتوب فيها نفس الإشي سواء صح أخضر أو أزرق، ومكتوب إنه هذه الصفحة إرشاد في ويكيبيديا العربية أو مكتوب هذه الصفحة هي سياسة رسمية في ويكيبيديا العربية. طبعا وفي نقطة إنه السياسات والإرشادات ممكن نحكي كعناوين عامة موجودة بجميع اللغات، هي مثلا اللي هو إمكانية التحقق هي سياسة مكتوب هذه الصفحة سياسة رسمية في ويكيبيديا العربية،
يعني هي يجب على الجميع اتباعها. بالنسبة للإرشاد بيكون واضح بعلى زي ما شايفين صح أزرق، هذا صفحة إرشاد في ويكيبيديا العربية. والنقطة اللي كنت بدي أكد عليها قبل ما نبلش في السياسات وشرحهم، إنه السياسات زي ما حكينا كعناوين عامة ممكن تكون مشتركة بين جميع اللغات، يعني مثلا كسياسة المصادر لأبحاث أصيلة زي ما انتم شايفين وما إلى ذلك، بس المضمون، مضمون السياسة وشروط السياسة أو بنودها بالشرط تكون متشابهة بين اللغات، اللي هي النسخ اللغوية الإنجليزية العربية الإسبانية العبرية وما إلى ذلك، لأنه كل سياسة المجتمع هو نفسه اللي بيضبطها وبيشكلها. بس في هدف عام انه السياسات اغلبها بتكون متشابهه بس فيها تفاصيل مختلفه يعني، واكيد المجتمعات بتشكلها، فكل ما تتطور المجتمعات وتتحسن المجتمعات السياسات بنفس الوقت بتتطور وبتتحسن. اما اذا المجتمعات كانت يعني قليله او خامله او مش نشيطه يعني نوعا ما، في سياسات بتفضل يعني ممكن نحكي انه على نسخ قديمه مش مواكبه للعصر او مش متطوره. فاحنا ممكن نفرح لو يعني نبدا مثلا بالمحتوى. تمام، بس بدي برضو انوه هون انه يعني في وصلات حمراء هون. هاي الوصلة الحمراء في ويكيبيديا معناها الصفحة مش موجودة. فمثلا في بعض الإرشادات، طبعا السياسات كلها مكتوبة بالعربي لأنه مقرر من قبل المجتمع زي ما حكى علاء، بينما الإرشادات يعني بعضها ترجم من لغات أخرى، من الإنجليزي بالغالب. وفي بعض الإرشادات لحد الآن ما تم ترجمتها للعربية، بس حاطين هون رابط للإنجليزي عشان برضو نخلي المستخدمين متذكرين يعني إنه في سياسة ناقصة بس هي يعني لازم يضل احترامها، أو إرشاد زي السرقة الفكرية وغيرها. بالضبط بالضبط. وفي هاي برضو تجاهل كل القواعد، هاي برضو يعني زي إذا كان هناك قانون ما يعيق مساهمتك في تحسين ويكيبيديا أو صيانتها تجاهله. هلا هاي إنه كن جريئة، يعني زي كن جريئا تقريبا، إنه بالتعديل ما تخلي إشي يعيق مساهمتك، لأنه بالنهاية إحنا هدفنا هو تطوير الموسوعة ونشر نشر المعرفة. الحرة. وهذا طبعا قالب الإرشادات والسياسات موجود في أسفل كل صفحة سياسات أو إرشادات، موجود القالب نفسه اللي فرجناه أول في أسفل الصفحة. فممكن يعني مش ضروري دائما نروح للصفحة القالب هذه، ممكن ننتقل من واحد لواحد. طيب هلا التحرير، نبدا ايش حجم المقاله. هلا من ناحيه انه هاي اللي هي ارشادات عامه، انه كيف حجم المقاله لازم يكون وما الى ذلك، يعني من ناحيه انه في ويكيبيديا يعني لو حكينا النقطه هاي انه لا يفضل تكون يعني حجم المقالات طويل كثير 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 جدا يعني، فممكن فرح هاي بما انه فتح عليها عشان الشرح. لانه حجم المقالات الكبير يعني يفضل المقاله تكون وسط، لا هي ضخمه، لانه المقالات الطويله بدايه اول شيء بتكون ممله للقارئ، ثاني شيء غالبا بتكون ممكن تقسيمها لاكثر من مقاله، وثالث شيء المقالات الطويله سواء بالتصفح بتغلب يعني بتكون ضخمه بتطول على المتصفح، ممكن نواحي تقنيه تعيقها تشكل ضغط بنفس الوقت، فلهيك ولا تكون المقالة برضو صغيرة صغيرة يعني تكون مكونة من سطر مثلا أو ما إلى ذلك، لا يعني تكون معتدلة. بالضبط. فهذا أوكي. طيب إرشادات كمان، كن جريئا، هذه زي ما حكينا تقريبا هلا انه تجاهل، يعني قريبة على تجاهل كل القواعد هذه. كن جريئا. صحيح، يعني هي
كن جريئا وحرر يعني، وخصوصا زي ما حكينا انه في الجلسه بالاول انه في ويكيبيديا ما في شيء بيضيع يعني، حتى اني كن جريئا حتى لو جربت وغلطت كل شيء بيتصلح يعني، كل شيء بيتوضح في ويكيبيديا. فيعني الشخص يكون جريء بس زي ما مكتوب برضه يعني، لا تكون كن متهورا جريئا ولكن لا تكن متهورا يعني. ما هلا بالنسبه أفرح، هلا هاي للتوضيحات هذه يعني، في مثلا اذا في مقاله ممكن تدل على اكثر من معنى، مثلا اسم قريه مشتركه باكثر من مثلا طيبه ممكن يكون في طيبه رام الله والطيب المثلث. في كلمات يعني اللي هي مثلا ممكن احنا لما برضه نفس الشيء اللي هي كلمه فلسطين يعني، ممكن يكون في مقاله فلسطين التاريخيه وفي مقاله دوله فلسطين وفي مقاله فلسطين الانتدابيه، فكل هاي يعني بتتجمع لها زي صفحه توضيح بتوضح انه في والله كلمه فلسطين لما تبحث عنها مرتبطه باربع او خمس كلمات يعني، حتى في 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 مناطق تانية يعني بتستعمل اللي هي كلمة فلسطين. هي فرح ممكن فتح مثال اللي هو شرق، هاي شرق، توضيح هذا للشرق، يا أحد الاتجاهات الأربعة، قرية اسمها شرق، مستوطنة في اليمن، قرية في اليمن، الكويت، الجهة الشرقية، يعني أي كلمة ممكن يكون لها أكثر من معنى بيكون لها صفحة توضيح مثل هاي. وغالبا صفحات التوضيح بتلاقوها كتير في ويكيبيديا لانه التشابه كتير بيكون في الكلمات عادة يعني، فبنحاول نوضح قدر المستطاع. هلا بالنسبة للي هي الثانية أفرح سوري ايش على هلا اللي هي كنا فاتحين اللي هي اللي بعديها الارشاد، بعد ارشاد توضيح في عندنا اللي هو ارشاد باللون الاحمر ملاحظة ترويسة، ضاع منك القالب ترويسة هاي رجع، فهي هاي موجودة بالانجليزي. هلا بالنسبة ل ملاحظة ترويسة شايفين مش موجودة في الانجليزي، بس ممكن لو نزلنا فرع على languages تحت مش موجودة بالعربي باللغة العربية. طبعا ملاحظات الترويسة هون بتعطيك هاي إرشادات عن الترويسة في ويكيبيديا وما إلى ذلك، فكيف يتم كتابة الترويسة وكيف يتم تنظيمها. طبعا للأسف ويكيبيديا العربية الإرشاد هذا مش موجود لحد الآن يعني، ممكن فرح لو نزل بالصفحة بتشوفه بالإنجليزية كم طويل يعني كم كم الإرشاد وكم واضحين فيه النقاط، على أمل طبعا يعني إنه بويكيبيديا العربية يتم إنشاؤه فيما بعد يعني اللي هي الإرشاد هذا. طبعا يعني هاي الإرشادات زي ما انتم شايفين يعني أغلبها بتكون إرشادات عامة، مش شرط إنها تكون يعني ممكن نحكي إنه عدم وجودها يعني عدم استخدام الإشي، لا الهواء مش مستخدم في والترويسات مستخدمة في الكويت العربية، بس للأسف يعني كإرشاد توضيحهم مش موجود. هلا في الإرشاد اللي بعده عندنا اللي هو خاص صفحة إرشاد صفحة النقاش وتوقيع. هلا ممكن فرح تحكي عنه انت ارشاد صفحات النقاش. بالضبط، هلا صفحات النقاش، هلا كل صفحه كل مقاله في لها صفحه نقاش جنب كل مقاله يعني، حتى هون اذا بتشوفوا في صفحه مشروع جنبها نقاش، والنقاش هذا يستخدم عشان المستخدمين يناقشوا اي شيء شايفين لازم يتحسن على المقاله او ينحذف او يتعدل او اذا في اراء متضاربه يعني حوالين موضوع معين بنكتب بصفحه النقاش. وكمان صفحه النقاش موجوده على صفحات المستخدمين كمان يعني، اذا انا بدي ابعث لعلاء رساله عامه بكتبها على صفحه نقاشه وبتكون طبعا متاحه للجميع انه يشوفها. يعني فرح ممكن تفتح صفحه نقاش، لكن هي شايفين فرح عند اسمه فوق مكتوب نقاش،
فرح لو فرح. ضغط عليها فرح ضاعت من جنب الإشعار هي فرح. إيش هو؟ أيوة هي اسمك هي آه فرح آيها. بعد النقاش آه ضاعت منك فرح نجيبك نظارة يا فرح. آه والله خلاص خطير. هاي صفحة نقاش فرح مثلا يعني شايفين بتكون جيته رسائل وما إلى ذلك وإذا في نشاطات كبيرة طبعا يعني بتكون أسئلة وما إلى ذلك في هاي النقاط. فصفحة النقاش مهمة تعتبر في ويكيبيديا وهي الأساس. يعني حتى في ناس بتستغرب إنه طب أنتوا بويكيبيديا وين بتناقشوا وين بتتكلموا وين إشي. كل مقالة كل صفحة في ويكيبيديا أي إشي راح تلاقي هاي مثلا صفحة النقاش اللي خاصة فيه يعني بتلاقوا فيها كثير يعني نقاشات وفي لها أرشيف وما إلى ذلك. وهي زي ما فرح بي يعني هلا بيفرجيك انه بتلاقي مثلا اضف موضوعا فراس على النقاش او عدل المصدر. ففرح ممكن يكتب يعني النقاش عنوانه ويكتب شو النقاش اللي بده يكتبه وبس مجرد يعني هيك وبيحط نشر التغييرات بتنبه. طبعا هذا الاشي مطبق على جميع صفحات النقاش سواء صفحات نقاش المستخدمين او المقالات او اي شيء في ويكيبيديا. يعني فهو شيء حلو عاده لما تدخل على مقاله تشوف صفحه النقاش اذا كان في نقاش حاصل فيها. ممكن تلاقي نقاشات من 2005 و2006 ومع السنين في 2016 و17 كلها كانت مرتبطه بتطوير وتحسين المقاله او مشاكل بالمقاله. في مستخدمين بنفس الوقت بيستعملوا صفحه النقاش مثلا فرضا هو مش عارف يعدل الإشي بالمقالة أو مش عارف يعدل المعلومة بس مش عارف وين يطرح وجهة نظره بيضغط على صفحة النقاش وبيكتب والله في المعلومة غلط بالمقالة هي المصدر تصحيح عندي مشكلة في المقالة الفلانية فغالبا بلاقي حد بيصلحه. بالضبط يعني بتكون هاي مساهمة حتى لو ما عدل المقالة نفسها على طول بتكون بيكون ساهم في إنه حدا ممكن يقدر يساعده بإضافة المعلومة بيكون ساهم فيها عن طريق النقاش. هلأ بس ملاحظة بصفحات النقاش بعد ما يخلص الواحد يكتب من المحبذ جدا جدا إنه يوقع الرسالة اللي كتبها. فهون في هاي اللي هي توقيع مع طابع زمني بفرجيك امتى انكتب امتى كتبت الرساله. فطبعا ممكن يكتبها الواحد بطريقه هيك بالكود يعني يحط الاربع تلدز هذول. وطبعا هون في بعض يعني بكل صفحه نقاش بقول لك هذه صفحه نقاش احد المستخدمين التزم ادب النقاش وناقش في امور تطوير ويكيبيديا فقط وقع كلام كل مداخلتك بالضغط على هذا الزر ايقونه يستحسن تنسيق المداخلات انه ما يدخلش كله ببعض. يعني تكون كتبها بطريقه يعني بدك تحط رابط بدك تحط شيء بطريقه مرتبه مش انه يعني تكتب كلام مش مفهوم ورا بعضه. هلا ممكن فرح تجرب تعمل نشر التغييرات مثلا او معاينه اظهر معاينه. يعني هاي هون عملت وصله لويكيبيديا هاي طريقه الوصل اللي ذكرها علاء في محرر المصدر. هلا اظهر معاينه هون قبل نشر اي تغييرات في اما في صفحه المقاله او في النقاش ممكن اظهر معاينه اللي بتفرجيك كيف راح تكون كيف راح يكون شكلها بعد ما تنتشر. فهون هاي اشكرك على المساهمه في ويكيبيديا صارت وصله لمقاله ويكيبيديا. وهي هون التوقيع تبعي طلع اسمي مع التاريخ والزمن. طبعا التاريخ والزمن عشان الكل يعرف يعني انه بيعتمد على اللي هو التوقيت العالمي المنسق. يعني هلا الساعة ممكن يعني انه شايفين 15 و 25 يكون توقيت موحد بين الجميع في ويكيبيديا فبتعتمد على التوقيت العالمي. فعشان هيك يعني الوقت عشان طبعا انه يكونوا مرتبين الامور الزمنية. بالضبط. هلا احنا الحلو في هاي النقطة هيك حكينا الارشادين ورا بعض اللي هم ارشاد صفحة النقاش وبنفس الوقت الارشاد الخاص بالتوقيع كان هو الارشاد اللي بعده. طبعا هلا ممكن احنا ننتقل للارشاد اللي بعده يا فرح اللي هو
المفهوم العام للمقالة يعني، أو مقالة مفهوم عام يعني. هلأ يعني هذا الإرشاد يعتبر قديم نوعا ما، بس إنه في مقالات بتكون لا ممكن نحكي لطلحات عام يعني، إنه كيف بدنا نحكيها يعني. ممكن نحكي إنه مثلا هلأ أنا بدي أكتب مقالة عن اسم فرح فرضا يعني، فممكن هذا يعني إنه مفهوم عام يعني. فإحنا أصلا عادة في الويكيبيديا يعني لو بدنا نشوف مثال على الموضوع يا فرح، ممكن مثلا تفتح مقالة وقت يا فرح، مقالة وقت. فطبعا هاي المقالة تعتبر من مقالات المفهوم العام ويكيبيديا يعني، لأنه بيتكلم عن يعني إنه مصطلح عام. طبعا هذا الموضوع للأسف يعني كان يعتبر قديم في ويكيبيديا، إنه كان ينحط زمان، بس هلأ حاليا بطل استعماله، بس كإرشاد هو موجود يعني، كإرشاد إنه مقالات المفهوم العام مثلا زي مقالة وقت، زي مقالة قاعدة، زي مقالة حكم، زي مقالة شيء يعني. شايفين مصطلحات وتسميات عامة كلها. تمام، طيب خلصنا من هدول. هلأ هلأ ممكن هاي مهمة جدا، دليل الأسلوب يعني، هذه يعني بتعطي صورة عامة عن كيف لازم المقالة تنكتب. يعني هو دليل الأسلوب والتنسيق يعني. طبعا للأسف يعني عشان احنا نكون واضحين يعني، الصفحات في ويكيبيديا العربية بدها تطوير وتحديث في النقاط هاي أكثر يعني، المهتمين فيها. بس زي ما قال فرح، هاي الصفحات حتى في قالب جانبي هي مبين في السطح، اللي هو الأسلوب والتنسيق، كيف تنسيق المقالات، كيف اللغة لازم تكون اللي بتستعملها في المقالات، الأسلوب، القوائم، التواريخ. يعني مثلا احنا في ويكيبيديا بنفضل نستعمل اللي هو يوليو أغسطس، مش مثلا نستعمل اللي ممكن في المغرب العربي اللي هم بيستعملوها، او اللي بيستعملوها مثلا ممكن الشام. يعني انه ايوه الشام اللي هو مثلا ممكن نروح على تموز تشرين اول، لا انه في والله نوع معين. بالنسبه للارقام برضه ويكيبيديا بتفضل الارقام اللي هي اللي احنا بنسميها الارقام العربيه مش الارقام الهنديه. كيف ترتيب الصور في ويكيبيديا وتنظيم المقال الاقسام، يعني تتكلم عن دليل الاسلوب يعني، دليل الاسلوب والتنسيق في مقالات ويكيبيديا. بالضبط. نشوف تنسيق المقالة كيف كيف مقدمة المقالة، كيف الأقسام الفرعية منها يعني. حتى فرح ممكن تفتح أنت اللي هي صفحة ويكيبيديا نقطتين مقالة مثالية، ممكن تفتحها مقالة مثالية. أيوه هي هلا هاي مثلا من صفحات دليل الاسلوب اللي بنعتبرها مهمه، انه لو ضغط على الصوره فرح، اللي هي كيف المقاله المثاليه في ويكيبيديا واركان المقاله. طبعا هون الصوره موضح انه يعني عندنا رقم واحد اللي هو عنوان المقاله، رقم اثنين اللي هي احنا بنفضل في ويكيبيديا نبدا اللي هي نفس عنوان المقاله او التسميه بس بتكون بولد يعني، بعدين رقم ثلاثة اللي هو اسم المقاله باللغه الانجليزيه والاسم العلمي او الاصليه أو الأصل، أو اللغة الأصلية للمقالة يعني. إذا عن شخص مثلا فرنسي أو عن شخص صيني، ممكن بالصيني كمان يكون اسمه يمكن. هلا مثلا بالنسبة هاي عشان عن اللي هو يعني ممكن نحكي كائن حي، فيفضل ينحط يا الاسم العلمي يا الاسم اللاتيني له. بالضبط. بالنسبة للأربعة مثلا اللي هي نقطة الوصل الداخلية، إنه لازم يكون في وصلات في المقالة طبعا. بالنسبة لخمسة اللي هو المصدر زي ما انتم شايفين او المرجع، يعني انه هاي الامور تعتبر اركان اللي بنحكي عنها لازم تكون في اغلب المقالات موجودة. مثلا ستة اللي هو قالب المعلومات ملخص. الاقسام شايفين يعني هاد تعتبر الشكل المثالي لمعظم مقالات ويكيبيديا الموحدة عليه، حتى ممكن يفرح هذا الاشي في معظم اللغات موجود يعني، مش بس باللغة العربية يعني. لما تشوفوا هيك مقالة شوي بتكون اولا مريحة للنظر، ثانيا يعني فيها يعني مفيدة يعني الصور بتاع الاقسام والصور والقسم المراجع مرتب والوصلات والقالب التحتي اللي هو التصفح، زي مثلا قالب سياسات، هذا قالب طيور السنة في سويسرا، وفي البوابات وفي التصنيفات. طبعا هاي الاركان موحدة
يعني 99% من مقالات ويكيبيديا العربية وبنفس الإشي باللغات الثانية، راح تلاقي نفس الترتيب وكل إشي له فايدته. مثلا يعني التصنيفات راح تلاقي مثلا زي تصنيف الصورة اللي هو طيور الشرق الأوسط، طيور منزلية. يعني لو ضغطت على طيور الشرق الأوسط فرضا، طبعا إحنا عشان صورة هاي، لو دخلت على المقال اللي هي نفس طيور الشرق الأوسط راح تلاقي إنك فتح لك تصنيف مرتب فيه كل طيور الشرق الأوسط أو كل الطيور مثلاً الحيوانات اللي انوصفت في عام 1758. بالنسبة للبوابات نفس الإشي، مثلاً بتلاقي بوابات عامة اللي هي بوابة الطيور، بوابة علم الحيوان. طبعاً مثلاً بوابة الطيور لو دخلت عليها بتلاقي واجهة كاملة في ويكيبيديا مرتب فيها مواضيع الطيور والتشريح الطيور وهل تعلم عن الطيور وصور خاصة بالطيور ما إلى ذلك. طبعاً هذا مثلاً التنسيق العام أو يعني لمقالات ويكيبيديا واللي بنسميها إحنا المقالة المثالية في ويكيبيديا، إنه يكون شكلها بهذا الشكل. بالضبط، لأنه هلأ من أهم الأشياء في ويكيبيديا إنها بتربط المقالات ببعض، ويعني ممكن المتصفح يجي يبدأ يقرأ مقالة يصفي بيقرأ إشي عن موضوع مختلف كلياً، يعني يقضي ساعات بس من وصله لوصله لوصله. فهاي يعني هاي زيادة الوصلات هون بداخل المقالة وبالتصنيفات. يعني إذا الواحد إذا شخص مهتم مثلا بطيور الشرق الأوسط، مجرد نقر على طيور الشرق الأوسط بتوديه بتعطيه قائمة وصلات لمقالات تانية عن طيور الشرق الأوسط. ممكن شو رأيك فرح نجرب نفتح المقالة حسون وراسي حتى يعني يمكن هذا بلاحظ الفرق كيف كانت الصورة، وممكن نشوف هلا المقالة كيف صارت يعني مع السنين. يعني الصورة تعتبر يعني من سنة 2000، الصورة من سنة 2015 أو 2016 الصورة، وهي هلا حاليا المقالة طبعاً أكبر صارت، يعني ملانة صور ومعلومات كتير أكتر. لو نزلنا على التصنيفات راح تلاقوا يعني بلاوي يعني. وهي التصنيفات طيور البرتغال، طيور أوروبا، طيور أوزبكستان، كل بلد في الحسون تغطي الحسون هذا له وعهوى إيش اهتمامات القارئ. يعني ممكن يوصل لهاي طيور أستراليا مثلاً. طبعا ممكن حد يعني يجي يتساءل انه على نفس التصنيفات فراح ممكن تلاقي في تصنيف طيور اسرائيل وطيور فلسطين، فهذا اللي هي المبدا اللي حكينا عنه قبل، يعني انه يعني موضوع وجهه النظر الحياديه اللي هي فراح انه يعني على الجهتين، انه سواء اسرائيل وفلسطين لازم ينحطوا في المقاله بالرغم انه ممكن هي بالنهايه فلسطين. هلا ممكن احنا بما انه خلصنا قسم التحرير في الارشادات، ممكن نشوف مثلا قسم ممكن نحكي شوي عن قسم المحتوى اللي هي السياسات مثلا. بالضبط، هات نشوف امكانية التحقق. امكانية التحقق طبعا مهمة بالنسبة للمصادر، يعني لانه يعني إمكانية التحقق من المعلومة، إنه هلأ يعني أنا أي معلومة تضاف لويكيبيديا لازم يكون عند القارئ أو عند يعني كمحرر أو أي شخص إمكانية التحقق منها، فلهيك الاستشهاد بمصدر يعتبر شيء ضروري في ويكيبيديا. هلأ بنفعش أنا مثلا أجي في مقال فرضا عن فرح في ويكيبيديا وأنا بعرف إنه فرح مولود بتاريخ أو تاريخ ميلاده كذا، هلأ تاريخ ميلاد فرح مش موجود أو منشور على الإنترنت، ينفعش أجي أضيفه لمقالة ويكيبيديا لسبب واحد، إنه فيش إمكانية التحقق. طب كيف ممكن أي قارئ للمقالة يتحقق من المعلومة؟ إمكانية التحقق منفية يعني، أو حتى مثلا لو شخص بده يضيف إنه فرح كان وزير أو كان كذا، لازم كل إشي يكون له مصدر عشان إمكانية التحقق منه. بالضبط، والأبحاث الأصلية يعني ما بقدر الواحد ينشر أبحاث أصلية. يعني إذا أنا تحققت من إشي بطريقتي الخاصة بقدرش أنشره.
والحيه دي طبعا زي ما حكى علاء قبل شويه انه وجهه النظر المحايده دائما لازم نظهرها، واذا في مصادر بتتعارض مع بعض لازم اظهار وجهه اكثر من وجهه نظر. بترجع لو بترجع على القالب فرح بس عشان يكون متابعين على السياسات. هاي فرح ما نحكيها من النقاط. الابحاث الاصليه وجهه النظر ويكيبيديا ليس طبعا حكيناها هذاك الاسبوع الماضي الاشياء اللي مش ويكيبيديا يعني. هلا سير الاحياء عن الاشخاص الاحياء يعني، فسير الأحياء شوي صارمة أكثر من سير الأموات لأسباب يعني التزام بقوانين الولايات اللي هي يعني سير الأحياء، لأنه الموضوع بالنهاية أنت لما تكتب مقالة عن شخص حي يعني بيترتب عليها أكثر من إشي، سواء أنه ممكن أنت تكون على اتصال شخصي مثلاً فرضاً معه، ممكن اللي هي محاولات اللي بتكون نوع من محاولات التزوير، نوع من محاولات التضليل أو تشويه السمعة وما إلى ذلك. فدائماً مقالات سير الأحياء يعني بتكون نوعاً ما حساسة أكثر من مقالات التانية. لازم 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 بحذر تعامل معها، نتعامل معها بالضبط. ايش في كمان؟ هلا بالنسبه لاستعمال الصور، انه في ويكيبيديا الصور يعني اهم شيء الصور طبعا، دائما زي ما حكينا انه بنستعملها بنرفعها على مخزن الصور كومنز. الصور لازم تكون طبعا حره، ومواضيع التراخيص هاي يعني يمكن فرح بيعرف بدها جلسات ينعطى فيها، اللي هي تراخيص الصور طبعا، وشو النوع الحر وشو مش الحر، وشو ممكن يستعمله في ويكيبيديا وما الى ذلك. ممكن شخص يجي يحكي طب في صور بويكيبيديا لشخصيات مثلا صور غير حره او صور لها حقوق نشر، ففي شيء اسمه نوع الاستعمال العادل للصور، انه مثلا شخصيه توفت سنه مثلا 1900 فرضا، في لها صور من 1900 وقبل فرضا، فانه الصور هاي ممكن استخدامها في ويكيبيديا، لانه الشخصيه انه لا يمكن انتاج صور حي يعني صوره حره لها بالنسبه لها جديده. فموضوع الصور بالضبط، ولانه هاي كمان بالضبط، لانه القديمه كمان الصور بتكون خالص حقوق الملكيه هو الدوله اللي ماخوذه فيها. ففي كثير يعني سياسات بالنسبه لاستخدام الصور. المهم انه كمان الصوره تكون مناسبه للمقاله طبعا، هون مش يعني الصور اللي داخله في المقالات تكون متعلقه فيها، وزي ما حكى علاء اذا ما في اي طريقه تكون في صوره حره ممكن استخدام سياسه الاستخدام العادل للصور. مثلا بحكي بعرفش بالعربي، بالانجليزي مثلا السي ديز، الغلاف غلاف السي دي ممكن يكون بصيغه اشرطه الفيديو، اشرطه الفيديو او الاشرطه الالبومات الغنائيه مثلا، فهاي مثلا منها صور الوفيات بالنسبه لاغلفه الكتب، اغلفه المجلات، هاي الصور ممكن، او مثلا اذا في حدث فريد مثلا يعني صار انه حدث فريد لا يمكن انتاج اي صوره حره له، يعني زي بيحكوا مرات كيف اللي هي صوره محمد الدره مثلا. ايوه، انه يعني من وين بدك تنتج صوره جديده زيها يعني هاي، فالموضوع غير متاح عشان تكون حره، وبنفس الوقت الصور هاي غالبا بتكون محميه حقوق النشر وما الى ذلك، بس هي ضروريه للمقاله واساسيه للمقاله تنعرض فيها، فممكن استعمالها وفق سياسه الاستعمال العادل، انه هاي صوره محفوظه حقوق النشر بس مستعمله بمقاله واحده لضروره استعمالها. ممكن اللي هي نقطه بناكد عليها احنا دائما، انه ويكيبيديا كل سيرفراتها وكل امورها تعتبر يعني تتبع اللي هي قوانين الولايات المتحده الامريكيه،
لهيك امور الصور، لهيك مثلا ممكن شخص يقول طب احنا في الدول العربيه مثلا فيش عندنا قوانين للصور، فبنحكي انه لا يعني ويكيبيديا بما انها معتمده في سيرفرات على الولايات المتحده الامريكيه، فكل يعني الامور بتخضع لسياسات الدوله الموجوده فيها السيرفرات من ناحيه الصور، من ناحيه الاستعمال العادل وما الى ذلك. بالضبط، وبالأخص ولاية فلوريدا في هاي الحالة. طيب هذا بالنسبة ممكن بعدين للصور. من هالعناوين المقالات في ويكيبيديا، طبعا لو فتحت فرح موضح فيها انه هاي يعني نقطه مفصليه بنحكي، ممكن ناس ما بتنتبهلهاش كثير، قراء المقالات اللي بقرا المقاله انه على اي اساس تم اختيار هذا العنوان، مثلا ليش تم اختيار عنوان فلسطين، فلسطين المحتله، دوله فلسطين، فلسطين التاريخيه، فلسطين الانتدابيه، كل هاي الامور يعني في هي يعني فرق ممكن تحكيهم، اللي هم اختيار اسم المقال، القواعد العامة اللي هم فوق اللي هم موجزة وما إلى ذلك. بالضبط، يعني موجزة وبالعربي الفصيح، يعني هذه في سياسة بأسماء المقالات إنه ما تكون فيها برضو أحرف غير عربية. اللي هم 28 ف ف وكمان وكمان برضو اللي هي نقطة غير عربية فصيحة، اللي هي يعني إنه سهلة الإيجاد، زي ما شايفين المثال المكتوب إنه الفاكس يعني اسمه فاكس حاليا بس فيه له تسمية عربية فصيحة اللي هي البارق، أو مثلا التلفزيون فيه له تسمية عربية فصيحة اللي هي البرنار، بس إحنا في ويكيبيديا نستعمل اللي هي تسمية سهلة الإيجاد والمعروف الشائع، ممكن صح فرق؟ بالضبط الشائعة، بس طالما تكون يعني مستخدمة بمصادر عربية فصيحة، يعني ما مش مش في عشان الحكي، هيك يعني في الحكي الدارج. عشان هيك يعني مثلا انه لما نيجي عند اللي هو زي مع المثال اللي بيحكي فيه فرح، مثلا لو جينا اخذنا يعني كمثال بسيط اللي هي والله كلمة مكيف فيه له تسميات كثير، اللي هو مكيف الجو، ناس بتسميه كونديشن، ناس مش عارف ممكن فلسطين بسموه مزجان، ناس كذا كذا. لا هلا هون ما بنجيش بنحكي والله شائع بفلسطين تسمية والله كونديشن، او مزجان شائع بمصر والله تسمية كونديشن، فلا في كلمة عربية فصيحة مستعملة بمصادر وشائعة بدول عربية اللي هي كلمة مكيف، فبتكون هي عنوان للمقال، وبنفس الوقت عنوان المقال لازم يكون يعني محدد بشكل أو فريد برضو بشكل بيمنع الاشتباه، مثلا إذا في شخص اسمه محمد جمال، يعني بنلاقي ممكن الاسم مستعمل في اكثر من محمد جمال في العالم، بنحاول والله في ويكيبيديا نستعمل اول 3 كلمات والله محمد احمد جمال كان وضحها، لقينا الموضوع برضه في تشابه، لانه احنا بنحكي عن ويكيبيديا كموسوعه ممكن نلاقي شخص نفس 3 اسماء، فبنضطر بهي الحاله نضيف اللي هي اقواس والله لاعب كره قدم، واحيانا بتصير معنا انه في في لاعبين أكثر كره من قدم لاعب كرة بنفس الاسم الثلاثي كمان او الثنائي، فبنضطر نضيف والله سنه الميلاد، فحسب الحالة بيتم التعامل معها. في إنه قواعد عامة اللي هي بنحطش تشكيلة في مقالات ويكيبيديا في العنوين، مقالات ويكيبيديا بتكون دائما نكرة، يعني ما بنحطش التعريف في بداية المقالات، إذن كل مقالات ويكيبيديا بتكون مفردة، إنه بنستعمل يعني المفردة إنه لبن، ما بنستعملش ألبان، بنستعمل كلمة عائلة، بس بنفس الوقت يعني من غير ما نصعبها، يعني في كلمات مثلا كلمة معلومات ممكن تكون معلومة، بس مثلا كلمة بيانات كيف بدك تخليها مفردة، فلا يعني خلاص زي ما هي، وما بنستعملش اللي هي البوادق واللاحقات، بوادر. يعني مثلا لو لو دخلت مكتوبش والله دولة الكويت، دولة كذا، دولة فلسطين، لا بتلاقي مكتوب مثلا العنوان الكويت، العراق، المملكة مثلا هي الأردنية الهاشمية أو فبتلاقيها الأردن، يعني اللي الأردن هي بالضبط. تكون مختصرة وبنفس الوقت من غير بوادق ولاحقات. بالنسبة للألقاب يعني إنه ما بنستعملش اللي هي كلمات والله عنوان المقال يكون الرئيس فلان الفلاني، أو الأمير، أو الشيخ، أو القديس، أو الملك، أو فخامة، لا يعني هاي مش مستعملة في ويكيبيديا، عشان الموضوع برضه هون بيدخل غير عنوان المقالات موضوع الحيادية يعني وما إلى ذلك، والتناسق في الصيغ، يعني هي آخر نقطة، هي ممكن تكون يعني في نقاط ممكن دقيقة أكثر الشخص القارئ ما يعني ما بيلاحظهاش، بس إنه بنلاحظ مثلا لما نكتب
مقالات مدن أمريكا مثلاً، بنحاول إنه عشان يكون بين قوسين أسماء المقاطعات إلهم كلهم، هذا من باب التوحيد يعني فيهم. طبعاً الصفحة هاي زي ما شايفين يعني إحنا الناس نتعمق في عناوين المقالات في ويكيبيديا لأنه موضوع كبير وضخم، بس إنه حتى يعني محاولين نوضح كل النقاط، إنه متى ممكن نستعمل الاختصارات الأجنبية، متى ممكن نستعمل الكلمات الأجنبية تكون هي عنوان اللي هي النقحرة، إنه والله كلمة ثيرمومتر متى ممكن نعربها ثيرمومتر مثلا أو لا مقياس حرارة أو ما إلى ذلك، فكل إشي موضح، والاختصارات اللاتينية وخصوصا مثلا أسماء المجرات ممكن تكون في أحرف اللي إن جي سي مثلا مع رقم، هل نعرب هل نخليها إن جي سي مع الرقم ولا نعربها لإن جي سي ولا نعربها ل اللي هي ليش نحكيها الكلمة يعني ممكن تطلع زي نجس وما إلى ذلك. لا فكله تم النقاش فيه في ويكيبيديا وترتب قدر المستطاع عشان يحاول ما يكونش الموضوع عشوائي في ويكيبيديا. بالضبط. فهذه هي السياسة اللي بعدين إليك فرح اللي هي الملحوظية. الملحوظية بعض عناوين المقالات وين راحت؟ هيها على سياسة الملحوظية. هذه من يعني من أكثر السياسات جدلا، وبرضو فيها تشعبات كثير. هلا سياسة الملحوظية، الملحوظية بتقول إنه أي مقالة في ويكيبيديا لازم لازم يكون موضوعها له ملحوظية معينة. هلا هو إيش المقالة عن شخص ولا عن مؤسسة ولا عن حدث ولا عن ولا عن سيرة ذاتية أو سيرة شخص، في لكل بند من هدول سياسات مفصلة. بس بشكل عام المقالة تستحق سوري موضوع معين يستحق مقالة في ويكيبيديا إذا كان يحقق شروط الملحوظية. وبشكل مجرد الملحوظية هي قديش هذا اللي هي أهمية موضوع المقالة وشهرتها. يعني هو أساس ممكن نحكي فرح المقالات كلها في ويكيبيديا بتعتمد على الملحوظية، يكون لها ملحوظية. يعني ممكن نعتبرها انه احنا كل المقالات على ويكيبيديا، مقالات الاعلام، مقالات المؤسسات، مقالات حتى الكائنات الحيه وما الى ذلك، شو الاشي اللي بيحدد هاي المقاله لازم تكون موجوده في ويكيبيديا او ممكن تتواجد في ويكيبيديا وشو لا؟ فهي الملحوظيه هي الاساس. هل الاشي بيحقق اللي هي ملحوظيه ويكيبيديا؟ ممكن تشوفه زي ما مبين على الشاشه على القالب على الجنب، الملحوظية في إلها ملحوظية الأشخاص، حتى الأشخاص المقسمين الأكاديميين، شخصيات خيرية، شخصيات عسكرية، وفي تفصيلات أكثر للمغنيين، مثلا ممكن رواد مواقع اللي هم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في للمنظمات، للشركات، للموسيقى نفسها، حتى مواقع الويب، للكتب والأفلام والمجلات والعائلات والمواقع الجغرافية مثلا. فكل هذا طبعا تحت الملحوظية. وشو في إشي يعني حتى موضح في القالب على الجنب اللي هو شو الملحوظية التلقائية، وفي إشي له ملحوظية ضعيفة. مثلا نقطة الملحوظية التلقائية، والله إحنا بنحكي إنه الشخص مثلا إذا كان رئيس دولة، إذا كان مش عامل ولا إنجاز بحياته وكان فقط رئيس دولة، فهو تلقائيا يحقق الملحوظية في ويكيبيديا، لأنه ملحوظية تلقائية، إنه هذا يعني عنده إشي منصب بيخليه يحقق. هلا فيعني هيك الأمور، يعني حتى المنظمات والشركات، كل إشي في ويكيبيديا له تفصيل. بيجي أشخاص كتير بيعترضوا على ويكيبيديا في النقطة هاي، إنه كيف على أساس بتنشئ مقالات الأشخاص؟ ليش الشركة الفلانية إلها مقالة والشركة الفلانية ما إلهاش؟ ليش موقع الويب أو الكتاب الفلاني له مقالة والكتاب ما إلوش؟ كله بيندرج تحت هاي. يعني حتى إحنا في ويكيبيديا العربية ممكن أكتر نقطة بنعاني فيها نقطتين، الأشخاص والعائلات والقبائل. صراحة يعني في ويكيبيديا موضوع العائلات والقبائل وصلنا بالنهاية إنه حماية كل مقالات العائلات والقبائل في ويكيبيديا بشكل دائم على مستوى يعني مستخدمين معينين، يعني إنه صلاحيات معينة في ويكيبيديا ممنوع حد يعدلها غيرها. وحتى إنشاء مقالات العائلات والقبائل يعني فيها
تشديد في ويكيبيديا العربية غير عن كل اللغات الثانية، لأنه صار الموضوع للأسف عشوائي، يعني أنه كل شخص بينشئ مقالة عن عائلته، كل شخص بينشئ مقالة عن قبيلته، فالموضوع لا يعني صار عشوائي. فلهيك كل وجد له سياسات، ويعني أنه تكون ماشي الأمور عليها، يعني حتى لو فرح لو فتحت مثلا اللي هي عائلات وقبائل، يعني عشان يعني راح تلاقي اللغة العربية فقط، فيش لغات تانية يعني لها سياسة هاي ما لهاش، مش لأن لأن يعني أنا يعني شفته إنه أكثر لغة بتواجه المشكلة هاي اللي ويكيبيديا العربية، مشكلة مقالات العائلات والقبائل. فبتلاقوا إنه إحنا في عنا سياسة كاملة عنها، يعني فرح نزلت فيها موضح فيها كل نقاط قبائل تاريخية، وشو مقالات غير مرغوب فيها، والمصادر حتى يعني حتى انه يعني في مصادر انتم عارفين صارت تنتشر عشان تلمع القبيله الفلانيه او العائله الفلانيه، فلا فانه يعني المصادر في هاي المقالات خصوصا موضح في الصفحه موثوقه ومكتوبه من قبل اشخاص معروفين مش مجهولين، وبرضه المقالات دور نشر معروفه ومؤلف معروف عشان نضمن الحياديه بالنسبه لهاي المقالات. بالضبط. هلا هون بس علاء ذكر انه مش مكتوب، مش موجود باي لغه تانية. اذا بتنتبهوا باي صفحه ويكيبيديا اي مقاله، في هون اللغات هون، لو موجوده هاي المقاله في لغه تانية بيكون هون مصفوفين يعني في الوسط. هاي مثلا الملحوظيه نفسها. بالضبط، هي موجودة بثمانين لغة، إنجليزي، إسباني، عبري، كذا كذا كذا، وحتى موجودة بمشاريع أخرى فرح، اللي هي في مشاريع أخرى فوق اللي هي موجودة. وهي بالضبط، هي كومنز، ميتا ويكي، ويكي بيانات، وويكي مصدر يعني موجود. فهذا اللي هو ترابط المشاريع كلها. فهي هاي المعايير العامة، يعني هذه أول ما يجي الواحد يكتب مقالة بده يشوف هاي الأشياء اللي هي حقوق النشر. هل المقالة المنشورة منسوخة من محل تاني له حقوق نشر؟ إذا لا فإذا هي ممنوعة من، يعني هاي أسهل إشي. الموسوعية لازم يكون الموضوع موسوعي، اي انه وجود هاي المقاله في موسوعه يثريها. اذا كانت المحتويات غير موسوعيه، يعني مثلا مش ممكن الواحد يجي يكتب شعر ويحطه على الموسوعه. ورديئه هون كمان هاي طريقة الكتابة، إذا مكتوبة بطريقة رديئة حاول تجنبها، يعني ما تكونش، إذا شرح معجمي لكلمة في إلها مكان. إحنا حكينا ذاك اليوم إنه ويكيبيديا ليست معجما أو قاموس، فإذا كان تعريف بس شرح لكلمة في إله ويكاموس اللي هو مشروع شقيق لويكيبيديا. الأبحاث الأصلية ممنوعة في ويكيبيديا، وهي مش مكان لنشر المحتويات البحث الأصلي. إيش هاي موسوعة؟ انه ما تستعملش المصادر الاوليه، انه هاي يعني هذا اللي هو انه مش للاخبار، نفس الشيء تكمله الويكيموس، مش للاخبار، مش للدروس. يعني في ويكي مصدر، في ويكي كتب، في ويكي اخبار تكتب فيها، بس ويكيبيديا مش مكان والله كل ما يصير خبر في العالم تجي تنشره في ويكيبيديا. لا، في مشروع اسمه ويكي اخبار، مشروع شقيق، ممكن تكتب فيه عن الاخبار. وآخر نقطة اللي هي المصادر، يعني فإذا حققت كل النقاط هاي بتلاقوا مكتوب بالآخر محتوى مقبول. يعني أنت إذا تحققت الأمور هاي كلها المحتوى بيكون مقبول بالنسبة لويكيبيديا. بالضبط، والمصادر لازم تكون مصادر موثوقة، اللي هي مش منتديات أو حكي أو مواقع تواصل اجتماعي، أو يعني
اي شيء. يعني احنا في ويكيبيديا بنفضل دائما اللي هي المواقع، بنسميه المصدر الموثوق، غالبا بيكون معروف المؤلف، معروف تاريخ النشر، الموقع اللي ناشر موقع موثوق معروف والله له مشهور، مصداقية. له مصداقيه يعني، ومعروف انه هذا الموقع بينشرش والله، يعني ممكن تدفع له فلوس ينشر لك خبر. فلا، مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، لانه لا يمكن التاكد منها اصلا، ممكن تكون يعني اصلا هي غير موثوقه نهائيا، لا اليوتيوب ولا تويتر ولا فيسبوك. طبعا ضمن ممكن شخص يقول يعني ضمن نقاط معينه، مثلا لما يكون والله حساب تويتر ل دونالد ترامب، لا لا اه دونالد ترامب، اتوقع اللي هي في مقاله، يعني لو حدا فيكم دور عنها، اللي هي مقاله عن اللي هي التغريدات اللي غردها ترامب والله فتره جورج اللي هي، او المظاهرات الاخيره اللي كانت. هلا هاي طبعا تم الاستدلال فيها التغريدات مثلا بحالات معينه، الحساب موثوق ضروري ومهم جدا وجودها، ولازم يتوثق فيها معلومات اكثر، تاريخ التغريد وموعد التغريد ورابط التغريد ونص التغريد الاصلي، واذا في نص مترجم مثلا للعربي بينكتب، فكله بيكون موثق. فيعني بحالات خاصه جدا ممكن كمان الاستشهاد بيوتيوب، الاستشهاد بفيسبوك، يعني حالات خاصه، بس هي مش مصدر نهائيا للمعلومات بشكل اساسي. المنتديات طبعا قطعا نهائيا يعني فيش لها حجج او ممكن حالات فريده، لانه المنتدى بالنهايه اي حدا بيكتب فيه، اي حدا بينشئ حساب يعني وبيكتب فيه، فمش شرط المعلومات اصلا تكون موثوقه او ما الى ذلك يعني في المنتديات. فهي السياسات في ويكيبيديا يعني، فرح احنا لو رجعنا على القالب انه عشان ممكن احنا يعني ضايل تقريبا ضايل نص ضايل ساعه، كتير فعشان ممكن ممكن عشان نفتح نلخص للأسئلة ونفرجيكم كمان. اوكي، ضل لو ايش في نلخص يعني كتلخيص سريع، لو فرح ألخص اللي هي الضايلات بشكل سريع إذا ممكن. اتفضل. تمام، القالب موجود. هلا زي ما انتم شايفين، هلا احنا حكينا يعني عن المحتوى، طبعا شايفين السياسات والارشادات في ويكيبيديا كثيره، ولو بدك نشرح كل وحده فيهم يمكن لحالها بدها ساعه او ساعتين شرح بتفاصيلها بنقاطها. بالنسبه للسياسات في ويكيبيديا، خلصنا هاي السياسات اللي هي وارشادات المحتوى، زي ما انتم شايفين في ارشادات اللي هي باللون الازرق، الاستشهاد بمصدر وللسياره الذاتيه اللي هو، والمصادر الموثوقه، وحتى في الطب لها ارشاد شو المصادر اللي ممكن نستعملها في الطب ولا، يعني هذا بالنسبه للمحتوى بويكيبيديا. في للسلوك برضو سياسات وارشادات من ناحيه الادب في الحديث، التحرش داخل ويكيبيديا، التخريب للهجوم الشخصي يعني، وكيف حل النزاعات ولا تهديدات قضائيه. فيعني انه حتى السلوك في ويكيبيديا، مثلا لو بنحكي عن موضوع لا للتهديدات القضائيه، انه بينفعش انت تحرر في ويكيبيديا اختلفت انا وفرح في نقاش احكي له بدي ارفع عليك قضيه، هلا مجرد انا حكيت الكلمه هاي انا دخلت في بند لا للتهديدات القضائيه، وموضح فيها طبعا سياسه كامله، اذا وصلك تهديد قضائي داخل ويكيبيديا ممكن والله شو تعمل انت كشخص محرر او ما الى ذلك، يعني بتوجه الموضوع لقسم القانوني في المؤسسه عشان يكون عندهم علم بالموضوع. بالنسبه برضه لارشادات ملكيه المقاله، ان المقالات اللي بتنكتب في ويكيبيديا غير مملوكه لحد يعني، وباقي النقاط في ويكيبيديا اللي هي المساهمات المدفوعه، طبعا في ناس بتاخذ فلوس مقابل تكتب مقاله على ويكيبيديا، وهذا الشيء مرفوض بالكامل في ويكيبيديا، واحنا بنشجع اي شخص يعني حدا طلب منه فلوس مين ما كان يعني الشخص، انه ممكن يراسلنا عن طريق اللي هي الايميل الرسمي لويكيبيديا، او يراسل اي محرر بيعرفه موثوق في ويكيبيديا يقول له والله فلان طلب مني مبلغ معين مقابل مقالة على ويكيبيديا، لأنه الشيء مرفوض بالكامل. وباقي الإرشادات عندنا اللي هي حكينا عنها امبارح، لا تعرقل ويكيبيديا لتثبت وجهة نظرك، وفي قواعد النقاش، وهي النقطة أنا وفرح هذيك المرة حكينا عنها اللي هي نقطة لا تعذب القادمين الجدد، يعني مستخدم جديد يكون لسه يعني إنه مش عارف السياسات والإرشادات. في عنا نقطة كاملة للمحررين لإدام في ويكيبيديا، اللي هو مثلا والله فرح صار له 14 سنة، فممكن يكون بطل عنده طولة بال مثلا التعامل مع الجدد، ففي إرشاد خاص إنه لا تعذب القادمين الجدد، يعني تذكر إنه هذا الشخص جديد اطلاعه على السياسات والإرشادات قليل، فتعامل معه بافتراض حسن نية. وفي يعني لموضوع الحذف، زي ما انتم شايفين سياسات الحذف وكيف معايير الحذف السريع وكيف حذف التعديلات او اخفائها، وحتى في هذه السياسات يعني اداريون وطرد ومنع وحمايه، يعني شايفين كل شيء، حتى حمايه المقاله، في اشخاص بيجوا بيطلبوا كتب مقاله احموا لي المقاله هاي انا كتبتها بديش حدا يلعب فيها،
فإحنا بنقوله لا، في سياسة كاملة للحماية لازم يندرج تحتيها، وزي ما حكينا عن موضوع التحرير في إرشادات لمحتوى المشروع، وآخر إيش اللي هي سياسات مؤسسة ويكيميديا. يعني إحنا باللون الرمادي ممكن لأنه هاي سياسات عامة للمؤسسة مش لويكيميديا العربية، مش بس لهذا المشروع بالضبط. هاي لجميع اللغات، هي بتتضمن أمور طبعا عامة، يعني هي مؤسسة زي ما حكينا برضو إنه ما بتتدخلش في المشاريع، هي بس سياسات عامة لضبط البيئة. يعني زي ما شايفين سياسة البيئة الودية إنه بتضمن التعامل بين المستخدمين بشكل ودي، يعني ما يكونش فيه تجاوز بين المستخدمين، فيش تهديدات قضائية، فيش نوع من التحرش على أرض الواقع بين المستخدمين، في إشي مرتبط في ويكيبيديا طبعا، موضوع حقوق النشر برضو، وسياسة الخصوصية داخل ويكيبيديا إنه بنفعش تكشف خصوصية مستخدم تاني أو ما إلى ذلك. يعني سياسات عامة جدا جدا للمؤسسة بس لضبط سير المشاريع طبعا. بالضبط، وبتأمل يعني إذا بكون عندكم شوية وقت هيك تطالعوا يعني هالسياسات، ولا وبرضو من الجيد من فترة لفترة الواحد يراجعها. يعني أنا بعض هاي السياسات ما كانت وقت ما بلشت، فمنيح الواحد يظل يراجع السياسات يتابعها، في حال في سياسة مش عاجبته مثلا، ممكن تكون سياسة قديمة بدها تحديث، ممكن يطرح اقتراح لتعديلها. فهي يعني هذه زي بتنظم العمل على ويكيبيديا زي ما بنحكي. فمن الجيد للقادمين الجدد انه يطلعوا عليها. لا ممكن فرح بس عشان فرح تفضل. لا احكي أنا كنت بدي أحكي إنه عشان الوقت برضو إنه نحاول نجاوب على الأسئلة، بس ممكن بس آخر شيء مثلاً زي ما قالت فلسطين أنت فتحها فوق، بس نفرج الناس قسم التاريخ اللي في كل مقالة ممكن شخص يسأل أنا كيف بدي أعرف اللي كتب أو مين بكتب، فلو ضغطنا فوق اللي هو التاريخ كل المقالات طبعاً كل الصفحات في ويكيبيديا بتلاقوا قسم التاريخ. يعني زي ما أنتوا شايفين يعني من آخر تعديل ب2/7/2020 كل شيء مكتوب، يعني ممكن تقارن زي ما شايفين قارن بين نسختين تعرف الشخص أو هذا شو عمل. طبعا في ويكيبيديا ملاحظة عامة، أي كلمة بوت بتلاقيوها هذا بيكون سكريبت آلي زي ما حكينا مبارح أو الجو المرة الماضية، إنه برنامج آلي بيعمل مهمات بس محددة كتعديل خطأ نلاقي إصلاح مشكلة في رابط أرشفة رابط ما إلى ذلك. أي فرح مثلا محدد نسختين سابقات ولاحقات بيعمل مقارنة قارن بين النسختين بينهم، فشايفين يعني بعطينا التغييرات اللي صارت بين هدول المقال بين هدول التعديلين سابقا ولاحقا. هلا فرح برضو لو رجعنا على التاريخ ومثلا حاولنا نرجع عن كلمه اللي هي كلمه الاقدم، كلمه الاقدم جنب الاحدث الاقدم بنرجعنا لاقدم شيء في تاريخ المقاله. يعني احنا ممكن نشوف طبعا كل سنين خصوصا مقاله فلسطين، يعني شايفين متى كتبت المقاله، يعني هون بايزيدي كتب المقاله ب 7/3/2004 هيك كان شكلها. يعني لو ضغط على ممكن هيك كان شكل المقالة أول من كتبت مقالة فلسطين، وممكن كمان نمشي عليهم واحدة واحدة، نسخة أحدث شوف النسخة اللي بعدها والبعدها والبعدها. وهذا اللي هو إحنا نسميه في ويكيبيديا إنه يعني كل شيء مكشوف، يعني اللي بيعمل تعديل بيعمل حتى سواء من رقم اي بي من حساب من اي شيء كل شيء بيكون موجود في ويكيبيديا. طبعا مقاله فلسطين بتوقعش فراح تلاقي فيها ارقام اي بي لانه او يمكن قديمه، هي قديمه الارقام الاي بي لانه بالضبط. حاليا وينها المقاله؟ ممكن نرجع على المقاله هون افل، وين الافل؟ لا نرجع على قبل انت في التاريخ هلا. هلا مقاله فلسطين هي يعني ممكن مش ظاهر فيها الإفل، أشوف ممكن فرح ناخد مقالة اللي هي مثلا خد مقالة آيا صوفيا فرح عشان يعني الإشي جديد، ممكن لو تكتبها عشان يعني على أساس إنه بيصير حاليا آيا صوفيا، يعني مثلا مقالة آيا صوفيا عشان نكون خليكوا في الجو معنا في ويكيبيديا، ممكن مش ظاهر فيها القفل بس لاحظ فرح أنت بتقدرش تحرر فيها. هاي عرض المصدر، لان لو ضغط عرض المصدر راح تلاقي انه بيطلع لك انه هاي المقاله محميه طبعا وبتقدرش تعدل فيها، لانه مقاله آيا صوفيا
صار عليها للأسف يعني خلافات كثير المقالة، ممكن لو فتحت صفحة النقاش يعني، بس إنه مناش نقرأ بس نفرج الناس إنه صار كلام كثير عشانها، فاضطرينا إنه تتم حمايتها في الكتابة العربية على مستوى الإداريين، لأنه حتى صار خلاف بين المحررين يعني، شايفين كل هذا النقاش خلال يعني التاريخ كله 15 يوليو 16 كلها نقاشات مطولة وكلام طويل، فلهيك تم حمايتها. هلا احيانا بيظهر اللي هو قالب القفل، بس في عندنا في الكتابة العربية بس مشاكل تقنية مش عارف ليش بيبين هون قفل انه هاي محمية من التعديل يعني. يعني ممكن اخر مقال القفل كان يبين فيها نادي الزمالك عشان كان فيها خلاف لو فتحتها هلا، لا اكتب نادي الزمالك انه كان عليها خلاف برضو قبل فترة عشان موضوع نادي القرن، فقال لي انا متذكر اللي هو القفل ظاهر فيها هاي القفل ولو حطيت اصلا لو حطيت المؤشر عليه ببين لك انه محميه على مستوى مين يعني، محررين فقط بالضبط في يعني مستويات للحمايه يعني فرح بيقدر يحررها بس يعني فرح بيقدر يحررها بس لو اي شخص مثلا من المستمعين معنا انه حاول يفتح على المقال من رقم اي بي من غير ما يسجل دخول او شيء راح يلاقي حاله ما بيقدرش يحرر، او حتى لو كان مسجل دخول فيش معه صلاحيه محرر راح يلاقي نفسه انه ما بيقدرش يحرر المقاله، لانه وكله طبعا ممكن حد يقول ليش محميه على مستوى المحررين هاي المقاله وليش هذيك محميه على مستوى الاداريين فرح ما بيقدرش يحرر فيها فرضا، حسب الخلاف حاصل بين مين يعني. هاي المقاله الخلاف حاصل بين المستخدمين اللي عندهم حسابات وارقام الاي بي، بس المحررين تعديلاتهم مقبوله فيش خلاف فيها فانحمت على مستوى المحررين. بالنسبه للمقاله ايا صوفيا كان الخلاف على مستوى المحررين واصل لمستوى الاداريين، فبتتم حمايتها على مستوى الإداريين كأعلى نوع من الحماية عندنا طبعاً، وأي إداري بيدخل بالخلاف ممنوع يحرر المقالة أو يعدل فيها، لأنه تعديله فيها يعتبر أنه يعني تجاوز صلاحيته كمحرر بما أنها محمية على مستوى الإداريين. تمام. طيب أظن هيك بالنسبة للسياسات ما ضل وقت زيادة نمشي عليها، بس في كتير سياسات وإرشادات يعني بأي وقت ممكن تشوفوها من هون قالب سياسات وإرشادات ويكيبيديا. حتى اللغات الثانية فرح يمكن متاحة على الجنب كلها برضو. هاي اللغات. هاي اللغات الثانية يعني. مثلا فتحنا الإنجليزي بتشوفوا إنه عندهم قالب ممكن يكون متشابه بين اللي عندنا، لأنه هاي الصح الأخضر والأزرق موجودين. حتى محمي كمان مبين عندهم قالب الحماية. هاي قالب الحماية. High risk مسمينها high risk template permanently template protected. يعني هون أنا بقدرش أعدل عليها، بقدر أشوف المصدر بس view source بس ما بقدر أعدل عليها. هلا ممكن فرح بيقدرش أعدل، بس فرضا فرح لقي في مشكلة في القالب أو في خطأ في كلمة أو إشي ممكن يروح على التوك هون على اللي هو النقاش نفس الإشي عندنا، ولو ضغط عليها أكيد راح تلاقيها يعني، بتلاقي النقاشات موجودة والناس ناس طرحين مشكلة في الكالرز في الألوان، ناس طرحين مشكلة في السياسات تبعت مؤسسة الكيميديا، ومثلا الكالر هي هذا 12/7 يعني الكالر جديد يعني الإشي لسه 15 جولاي يعني، فإنه هيك ويكيميديا معتمدة على صفحة النقاش كل إشي مكشوف موجود يعني فيش إشي مخبى منه. هي يعني تقريبا بكل اللغات يعني نفس طريقه العمل اللي هي نقاش والتحرير. هلا نمشي في كم سؤال. في شخص بيقول انا عدلت مقاله وضفت مقاله اليوم، كم وقت تاخذوا لاطار التعديل علما انه مرفقه بمصادر وفقا للشروط؟ هلا هذه في ويكيبيديا العربيه عندنا شيء اسمه التعليقات التعديلات المعلقه اللي هي ما بتظهر لحد ما حدا يجي يراجعها وساعتها بتبين. هلا ما في وقت محدد كم تاخذ، هي على هوا مين بشوفها وبراجعها وقديش في اشياء تعليقات تعديلات معلقه ثانيه اللي هو زي ما حكينا المره الماضيه في النقطه هاي انه عدد المحررين في الكتابة العربية أو الناس المتواجدين كنشطين مش كتير، ف يعني في تأخير عندنا مثلا لو بدنا يعني بالضبط نشوف
يعني انه في تاخير عندنا في التعامل مع التعديلات المعلقه ومراجعه المقالات. بس ممكن فرح، ممكن لو عشان انت فاتح تكتب في العنوان فوق في البحث ويب طلبات مراجعه التعديلات، ممكن هي او اي طلب او ويب اي طلبات مراجعه التعديلات، هي اول واحده. طبعا ممكن تقدم طلب في هاي الصفحه اللي هو اضغط على هنا لطلب المراجعه، وبتلاقي تحت انه في طلبات مقدمه والمحررين بتعاملوا معها باسرع وقت. يعني انه حتى لو نزلنا بتلاقي انه في طلبات جديده، يعني يعتبر ايمن بس بالضبط. هاي بتسرع وما الى ذلك، بتسرع المراجعه. يعني اذا كان في طلب يعني المراجعين بتطلع عليها وبقبلوها وبرفضوها، وبحط لك سبب الرفض في حال تم رفض التعديل. شايفين يعني مثلا مكتوب لم يتم، يعني هاي ردوا عليها المحررين او المستخدمين المتاحين. طبعا اوكي. في كمان سؤال، احيانا بشوف شيء بالانجليزي references in popular culture، يعني لما تذكر عصفور الحسون مثلا في افلام او كتب، الى هل هذا جزء من الارشادات والاسلوب ما بشوفه بالعربي؟ مش عارف هاي مش بالكيو ان اي، بالشات محطوط. هو يا ريت لو بالكيو ان اي الاسئله تنذكر. بس في references in popular culture، هاي بالانجليزي فعلا موجوده اكثر. يعني اذا في شيء انذكر بفيلم او باغنيه، ما هي الموضوع يعني نفس الشيء، بنرجع بنقول انه يعني بيتعلق بالمجتمعات. يعني فرح، انا بالفتره كنا بنكتب مقاله مرض الزهايمر مثلا، لو تفتحها، يعني قصدي علشان نبين انه الموضوع مش موجود، مش انه نهائيا مش موجود بالعربي، هو موجود بس حسب يعني انه اهتمام المستخدمين وما الى ذلك. لما كتبوا يعني هاي المقاله اشتغلنا عليها 6 شهور، اشتغلت عليها انا ومستخدم ثاني قبل فتره، مقاله مرض الزهايمر. ممكن فرح تنزل عند القسم اللي هو الشخصيات مثلا، اللي هو هون، لا لا لا، فوق قسم هي السينما والادب مثلا في المجتمع والثقافه. يعني حاول شايف في قسم رقم 10، 10 4 10. انه اوكي، هي ذكر مرض الزهايمر في العديد من الافلام. يعني يعني حطينا كمان على مستوى الافلام العربيه، بتلاقي بالاخر انه عربيا فقط انذكر بفيلم الزهايمر، بمسلسل الزهايمر لعادل امام، يعني حاطينها بالاخر احنا. وحتى على مستوى الادب انه في كتاب اللي هو قصص الزهايمر، فانه حسب يعني اول شيء انه بنحاول نضيف بس قدر المستطاع. يعني حتى لو طلع فرح شوي لفوق ممكن تلاقي مكتوب الاعلام المصابين البارزين اللي انصابوا بمرض الزهايمر وما الى ذلك، فالشيء موجود باللغه العربيه بس يعني على قدر المستطاع، ممكن نحكي على قدر مش منتشر زي ما منتشر بالانجليزي. انا مش عارف، في اسئله ثانيه في الشات فرح، انا شيء مش عارف اشوفه. شو بتنصحوا حدا عنده تخوف من النشر على ويكيبيديا؟ هل يكفي ترجمة مقالات إنجليزية؟ هلا بداية ممكن نحكي سبب التخوف. يعني هلا إذا متخوف مثلا على اللي هي الأمان الشخصي والخصوصية وما إلى ذلك، فرضا مثلا إذا متخوف مثلا، ممكن لما تنشئ حساب تنشئه باسم وهمي، يعني اسم طبعا مستعار، اسم مستعار، ايوه، يعني انه ما حدش بيعرف عنك نهائيا. اذا انشاته باسم مستعار نهائيا ما حدش راح يقدر يعني يطالع معلوماتك او من اي دوله انت، اذا انت ما صرحتش في هاي المعلومات طبعا. وطبعا هذا في حاله انك انت ضليت ملتزم بسياسات ويكيبيديا، لانه في سياسات يعني نعتبرها احنا سياسات انه عاليه كثير كثير، بتضطر بحالات خاصه انه اشخاص محددين يدققوا حسابك عشان يعرف انت من اي دوله، في حال طبعا هذا انت اسأت كثير من سياسات ويكيبيديا، وفي حالات خاصة جدا بتتم هاي الأمور. هذا إذا كان تخوف طبعا يعني على ناحية الأمان الشخصي. يعني أما من ناحية موضوع الملحوظية وسياسات ويكيبيديا إنك مثلا ما بتعرفش فيها، فزي ما حكينا يعني إنه تجاهل كل القواعد، يعني وكن جريء. وكن جريء. أما من ناحية
أكمل في على إذا لسه ما يعني السؤال. أنا بس كنت بدي أحكي إذا كنتوا حابين اللي هو موضوع إنه إذا في حدا عنده مداخلة بده يحكيها أو شيء. في عنا إحنا صراحة كمان مداخلات من فيسبوك، وإذا برضو حدا هون بحب يعطي مداخلة صوتية يعمل raise hand. في عنا أكثر من سؤال نتركه كمان على اللايف فيسبوك رح نقولهم أنا. السؤال الأول بيقول إنه مين أسهل للمحرر الجديد، هل تحرير المصدر أو المرئي؟ وهون كمان يعني أنا فرح علاء إذا بتقدروا كمان نرجع شوي على هاي الخطوة اللي هي التحرير المرئي خصوصاً، إنه كيف ممكن فعلياً يعني هل في كيف ممكن استخدام التحرير المرئي، يعني هيك سريعا نحكي فيه. تمام. اوكي، هي مقاله الزهايمر مثلا. هلا انا عندي تعديل المصدر هو المفعل ب شو اسمه باي ديفولت، بس فهيك رحت على مثلا اذا بدي اجي احرر المصدر هيك ببين هون في عندك في قوالب، قالب مراجعه الزملاء، قالب معلومات المرض، هذا اللي ببين على جنب، فهي للامراض عشان الواحد ياخذ نظره سريعه عنها. فيعني ما ببين كيف منظره النهائي، يعني هون مثلا في كثير في روابط للمصادر، فقال واحد بيكون شايف كلها داخل بعض. بس مثلا انا وفرح مثلا بنحب نكتب بالاسلوب هذا، يعني صرنا قادرين نفسره يعني لانه متعودين عليه يعني. بس لمستخدم جديد بتخيل التحرير المرئي اسهل. التحرير المرئي اسهل بكثير للمستخدم الجديد، يعني هاي التحرير المرئي. التحرير المرئي هي المقالة عشان حجمها كبير بتاخد شوي لحد ما يحول. هاي التحرير المرئي. فهي التحرير المرئي. هاي مرض الزهايمر، اختصارا الزهايمر هو مرض تحليل عصبي. مثلا مش عارف يعني هاي غلط 2015 كانت بدنا نسويها 2014، هاي خلص بينت عطول تغيرت هون. بتلاقيها بولد بيقدر يحددها ويحولها بولد مباشرة. كنترول بي حولها بولد. فيعني شكلها هون زي شكلها النهائي، وممكن تعديلها بس على طول. يعني هلا هون حتى مثلا ممكن هاي ضغط القوالب والاستشهادات كل شيء يعني هاي المرجع يعني هذا المرجع بدنا نعدل عليه، بيجي قالب هذا ترجيع المرجع، حتى هذا ببين كيف الشكل النهائي للمرجع. وفي بقول لك كم مره مستخدمه. وفي ادوات مساعده هون، ادراج صور وسائط قوالب او المزيد تعليق ما يعني المحرر المرئي يعني اعتبر حالك ممكن زي البرامج اللي هي مثلا اللي هي ممكن نحكي الرسام او غيرها من البرامج زي وورد واكسل ما الى ذلك، يعني اعتبر نفسك انه هل بدي اتعامل مع واجهه انه بدي اعمل بول بعمل بول بدي اعمل كذا اعمل كذا، ولا بدك تتعامل مع اللي هي الاكواد البرمجيه؟ طبعا بالجهتين بالحالتين انت بتوصل لنفس النتيجه، يعني تكتب مقاله، بس هي للجديد صراحه يعني اسهل بكثير المرئي، اما احنا زي ما قال فرح شوي تعودنا على المصدر بيكون صعب شوي يتغير للمرئي. تمام. في عنا هون حد عاون ريز هاند، فرح نشوف نعطي مداخلة صوتية. ألو، تفضلي. أهلا، أنا نانور، بيعرفوني الزملاء فرح وعلاء، وشكرا كتير كتير. أنا بالنسبة بدي أعلق بس بالنسبة لاستخدام التحرير المرئي أو المصدر، يعني بتجربة قريبة كتير فترة لما اشتغلنا على تطوير مقالة دافنشي كان معنا مستخدمات أول مرة هنن كانوا عم بيحرروا وبلشوا بالتحرير المرئي، فصار كتير أخطاء لأنه استسهلوا الموضوع بأنه أوكي لا شافوا تحرير مصدر فهل
الأقواس ومدري شو كان صعب عليهم. أوكي اشتغلوا على التحرير المرئي بس الربط كان كله غلط، المصادر كمان كله كان غلط. فأنا برأيي لا، أني اللي يبلش بالتحرير المصدر يكون له أسهل، لازم يكون شوي خبرة عنده أكثر مشان يبلش بالتحرير المرئي على الغماد، يبقى بيعرف وين بده يبدل الرقم اللي يربط الاسم الصحيح. فهي صدمة شوي أول مرة أنه تحرير المصدر واحد يستخدمه، بس مجرد استخدمه ومنه كمان بيستفاد نقطة تانية اللي هي قوالب الاستشهاد بيستخدمه بالطريقة الصحيحة والقوالب الموجودة بالعربي، فبياخدهم وبيتعود عليهم. فأنا مع أنه المبتدئين أو اللي يبلش بتحرير المصدر، مو التحرير المرئي. التحرير المرئي بده شوي واحد يكون عنده خبرة أكثر بس هيك. وشكرا كتير كتير. أوكي. نور يعني نور علقت على الموضوع من شخص، يعني نور صار لها تقريبا يعني تقريبا سنة في ويكيبيديا يعني، فهذا رأي يعني شخص جديد يعني زي ما شايفين، ومش جديد جديد يعني، هي بتحب نحكي عنها جديدة طبعا نور. طبعا نور معنا في ويكيبيديا بلاد الشام، نور يعني من الأعضاء النشطين في ويكيبيديا بلاد الشام معنا. فزي ما علقت يعني هي من باب تجربتها شافت يعني انه تعاملها مع مستخدمين جدد، انه المعدل يعني المحرر المرئي بيحتاج الشخص يكون عنده يعني خبره اكثر انه يتعامل معه يعني. فهي يعني نور يعني اراء بتضل، ولا شو رايك فرح؟ يعني يعني اللي بيقدر يتعلم الكود وعنده جلد على انه يتعلمه اكيد مش غلط، لانه بالنهايه بصير ممكن اسرع يكون حتى التعديل فيه. بس لمستخدم جديد يعني ممكن كمان ينصدم من التعقيدات اللي فيه، والمحرر المرئي بيسهل عليه يعني. اكيد محرر جديد مش راح يكتب مقاله زي تبعت مرض الزهايمر، يعني راح تبدا مقاله اصغر وما فيها القوالب. لو جربت فرحه من تصفح على الجنب، جرب اختار مقاله عشوائيه، المفروض تطلع مقاله يعني اصغر. هي تصفح مقاله عشوائيه عشان على اساس تحت هي. ايوه مقاله عشوائيه تحت. ايوه تصفح فوق تصفح بدون انترنت. ايوه تمام. فا يعني لو جربت عن طريق معدل المصدر. هي انقليس ثعباني مبتسم. جرب افتح الاشي عن طريق معدل المصدر، فبيكون يعني الكود صغير يعني. ممكن لو شخص انا بحكيها مرات انه مش شرط يعني يعدلها، بس ممكن يعمل تعديل مصدر ويطلع يعني. هاي لو فتحناها هلا بحول شايفين يعني، بغض النظر عن القالب بالاول ممكن شخص يخاف منه، بس احنا بننزل على الكلام التحت. بس هاي كل المقالب. يعني هي كل مقالة يعني شايفين كلمة اللي هو أنقليس وين مبتسم، هي المبتسم فرح. أيوة. يعني الثلاث اللي هي فواصل علوية بتعمل الكلمة بولد، الأقواس اللي مزخرف ممكن نحكيها مع الكلمة في اسم علمي بتعمل قالب، الوصلات عن طريق اللي هي الأقواس المربعة، الاستشهاد ويب. فيعني الشخص لو دخل وطلع بعينه برضه ويجرب في ملعبه يعني، فرع عنده ملعب، لو ممكن ينسخ هذا النص كله وياخده على ملعبه ويجرب في ملعبه يعني يعدل فيه. يعني احنا بنحكي دائما في ويكيبيديا ما حدش فينا دخل ويكيبيديا وكان لبلبي او بيعرف كل شيء يعني. الواحد غلط مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الاشي يتعلم يعني. وبالنهايه يعني بنحكي احنا انه يعني الاشي مش بيوم وليله يعني. مثلا فرح صار 14 سنه، والله انا صار لي 6-7 سنين. فيعني الاشي مره على مره يعني. نور مثلا صار لها سنة، والواحد يتجرأ ويبدأ يعني. مجرد يبدأ الواحد بيلاقي الأمور مرة على مرة بتمشي معه يعني. أما الواحد ضله خايف من بعيد وبديش أجرب وأضل بعيد، فالإشي يعني صراحة يعني مثلا هون هذا صندوق معلومات كائن، معرف ويكي بيانات أعطاه معرف لويكي بيانات، هدول الثلاث أسطر أو السطرين يعني. جرب فرح خليهم بس هم في المقالة من غير إشي يعني. يعني الثلاث أسطر هدول بس أظهر معاينة. هدول بيظهروا كل هذا
اللي الشخص بيكون متوقع انه هو بده يكتبه كله يعني. فكله هذا جاهز يعني، قالب جاهز وماخذ المعلومات هذه من ويكي بيانات اللي هي قاعدة بيانات مشتركة بين مشاريع ويكيميديا مع مصادرها يعني، حتى المصادر واضحة يعني، هاي المصادر مثلا المصادر الخاصة فيها المكتب التصنيفي. هو واحد كل ما طلع أكثر وكل ما يعني شاف النقاط أكثر يعني، أو جرب يعني وكان جريء وشاف مقالات وهيك، بيكون الموضوع أسهل بكثير معه يعني. يمكن علاء أفرح بالموضوع تعديل المصدر بده يمكن تجربة يعني، بصفي أكثر، والواحد إنه مرة في مرة بصير أكثر بيقلف الإشي. مظبوط بالضبط بالضبط. بعدين يعني كل مقالة الواحد بيقدر يطلع عليها من ناحيتين يعني، يشوف كيف الكود اللي ورا الصفحة اللي يقدر يعني، مش ضروري يحرر فيه بس على الأقل يشوف كيف الكود كيف مبين. هلا اللي علاء ذكره هو الملعب هون، كل واحد فيكم عنده ملعب هون، هذا بيقدر يحرر فيه اللي بده اياه. انا هون هاي من ورشه قديمه يعني، حررت كتبت مقاله عن نفسي. طبعا انا ما عندي ملحوظيه انه يكون في لي مقاله على ويكيبيديا، بس هون في ملعبي. مواليد 1824 فرح بالضبط. وبعمل يعني في شركة جوجل مع وصلة لجوجل، ويحب أكلة المنسف ومع وصلة لمنسف، وهي هي يعني المرجع هلأ. وزي ما قال فرح إنه الملعب يعني من اسمه يعني، إحنا مسمينه ملعبه بالإنجليزي مثلا اسمه ساند بوكس، إنه يعني هو إلك، لكل مستخدم فيه له ملعب، ممكن يجرب فيه شو ما بده، يخبص فيه شو ما بده، يعمل أي خلطات أي إشي فيه يعني، سواء زبط ما زبطش معه، محدش يعني نهائيا بيقرب عليه أو بيسأله طبعا، بس المهم ما يجيش على الملعب ويحاول يعني ينشر مقالات غير ملحوظة في الملعب ويتركها يعني. المهم إنه يكون يجرب فيه يعني، مش مستعمل مكان للنشر، لأن نهائيا مش مكان للنشر بالضبط يعني. يعني يعني في ناس بيحبوا يكتبوا المقالة في الملعب، إذا بيشتغلوا على مقالة يكتبوها في الملعب وبعدين ينقلوها مرة واحدة لنطاق المقالات يعني. ممكن كتير هذا بساعد المبتدئين خصوصا اللي جديد عم بيدونوا على ويكيبيديا انهم يجربوا اكثر عن طريق الملعب. صحيح بالضبط. تمام. في عندنا كمان سؤال هون، انه هل صحيح انه الجميع ممكن يعدلوا على المقال باي طريقه؟ هلا هو صحيح يعني، بس طبعا في استثناءات يعني، مثل ما فرجينا اول الحماية يعني، في بعض المقالات المحمية هاي ما بقدر حدا يعدل عليها هو مستوى الحماية. وفي كمان التعليقات المعلقة، التعديلات المعلقة يعني، انه هذا على مستوى العربي هذا على مستوى العربي زي ما قال فرح يعني، انه تختلف من لغة للتانية. مش كل مثلا الانجليزي، اللغة الانجليزية فيش عندهم نظام التعديل المعلق، احنا عندنا موجود انه اي تعديل على اي مقاله لازم يراجعه المحرر. في الانجليزي مش موجود الشيء هذا يعني، معين عندهم في مقالات هم بيحموها على مستوى شيء اسمه البيندينج ريفيو، انه بتحتاج لمراجعه، مقالات محدده طبعا عندهم. فهذا الشيء دليل انه اختلاف الوكيات يعني. هلا ويكيبيديا هي مفتوحه للتحرير للجميع، بس زي ما حكينا بضل في قواعد محدده للموضوع. بالضبط. هلا في طبعا بويكيبيديا العربيه في بعد فتره من وعدد من التعديلات ممكن الواحد يحصل على صلاحيه محرر، اللي هي ما بت اللي هي ما تعتبر على صلاحيه تحريريه في ويكيبيديا يعني، يعتبر انه بتبقى يعني انه صلاحيه محرر ممكن انت تراجع. طبعا في لها شروط يعني فرح، لو كتبت انه عشان ممكن الناس تقول لك انه حتى منح الصلاحيات، لو جربت فرح تكتب مثلا في البحث ويب اطو اس يعني طاس، هاي اللي اختصار ويب طاس اللي هي اختصار بالاس، انا حكيت لك اياها بالاس طس. او هي طلعت نفسها تمام، مش خلاف نفس الشيء طلعت طس اللي هي طلبات الصلاحيات. فزي ما شايفين يعني فرح، لو نزلت شوي
هي الصلاحيات للويكيبيديا العربية وكل واحد وشروطها، مثلا صلاحية محرر لازم يكون مراجع تلقائي مثلا كذا كذا، محرر كذا كذا، مراجع كذا كذا. يعني فالمراجع المراجع تلقائي، مراجع تلقائيا خلص ما بلزم حدا يجي يراجع وراه. فهي بتخفف كثير. يعني حتى هي في تحت شايفين في طلبات تحت يعني مقدمة اصلا، يعني انه لو نزلتي فرح شوي في طلبات مقدمة زي ما انتم شايفين من المستخدمين، والإداري بيرد عليه وبيقول له شو الملاحظات عشان يحصل على الصلاحية مثلا. فهي هي في مثلا هذا مراجعة تلقائي بالأول عدنان غلام، أنا مثلا كتب له إنه بيحقق الشرط الأول، بيحقق الشرط الثاني، الشرط الثالث عنده مشكلة إنه بيستعمل أحرف غير العربية، أنا كتب له إياها، يعني بيستعمل أحرف غير الأبجدية العربية وحاط له الأمثلة عليها إنه لازم يصلحها قبل، وفي أخطاء إملائية ولغوية، هو رد علي إنه سوف أصححهم بالتأكيد تحياتي وسلامي. أو مثلا في الطلب البعدي والله إسلامي اللي هو إداري، معنا مثلا راد عليه إنه مقالاتك بتحتاج تدقيق لغوي ومسألة الهمزات وتدقيق موسوعي، الشخص رد عليه إنه بده يشوق إني راح يراجع مقالاته. فطلبات تتقدم وبتتفاعل معها كله طبعا، وكله في شايفين زي أرشيف، يعني هي في تحته في فوق أرشيف لمنح الصلاحيات، إزالة الصلاحيات، كل شيء فيه له أرشيف يعني الطلبات اللي بتتقدم. فهي اللي هي منأكد انه يعني الموضوع في ويكيبيديا مفتوح، يعني انه ممكن تشوف اي شيء، يعني فيش شيء مخبى بنحكي في ويكيبيديا. جميل. في كمان سؤال على اللايف انه مين يلي بيقرر السياسات في ويكيبيديا؟ هلا افتح على ميدان السياسات يا فرح. اول هلا السياسات اول شيء كتبت يعني زمان، اول ما بدات السياسات هو انت لا انت انت تغير اسمه لانه هي ما هي الميد. ايوه تمام. طبعا هذا ميدان السياسات في ويكيبيديا. هلا السياسات زي ما فرح قال برضه زي ما انتم شايفين يعني بتنطرح للنقاشات والمجتمع بتناقش فيها، مثلا هي السياسه شخص طارح مشكله الاستقرار، انه متى بنحكي المقاله هاي مستقره وفيها حرب تحرير، او هاي المقاله يعني فيها اشكال زي ما انتم شايفين، نقاش مطول ولو فرح نزل كمان هاي كل هذا ناس بتتكلم يعني كلهم محررين كل بيتناقشوا يعني خلاصة أولية وبعدين بتناقش في الخلاصة الأولية. طبعا هذا كله ساعة نقاش. هي مثلا فيها سياسة الملحوظية مفتوح فيها نقاش، إنه شايفين النقاش الناس بترد على بعض وبتتكلم يعني حتى النقاشات هو اللي بيقرها المجتمع، يعني بتناقشوا فيها أول شيء، بصيغوها برتبوها بزبطوا نقاطها. يعني هي في نقاش جديد مفتوح مثلا لصلاحية تعديل بنودها، ومش شرط اللي بيطرح النقاشات والله يكون إداري أو يكون محرر، لا المجتمع بالعموم يعني مجتمع ويكيبيديا بيشارك في الموضوع. تمام. هيك يعني نكون يمكن أجملنا. في ضايل صراحة سؤال هل انتبهت عليه، هو قد ايه عدد المحررين في ويكيبيديا؟ إذا عندكم يعني معلومات عن قد ايه عددهم؟ ممكن نفتح الإحصاءات يا ويكيبيديا فرح برضو عشان نفرج الناس إنه من الصفحة الرئيسية، يعني عشان برضو إنه حتى نقطة الصفحة الرئيسية عندنا في ويكيبيديا فيها اللي هي عدد المقالات، لو ضغطت على عدد المقالات اللي هي ظاهرة المليون، هي 1,055,000 ألف، بتلاقي عندك اللي هي كل الإحصاءات تعتبر، إذا ممكن تشوف مين هم الأشخاص، يعني هي المستخدمين، المليونين تقريبا اللي عندهم حسابات، بس اللي عندهم حسابات نشطين 6,000 نشطين في اللغة العربية. طبعا هاي إحصاءات باللغة العربية وبكل لغة في هيك صفحة خاصة فيها. طبعا هي مثلا يا فرح المحررين الإدارة، هاي تعريف النشطين اللي هم قاموا بتعديل واحد على الأقل خلال آخر 30 يوم البوتات يعني كل الصلاحيات حتى يعني حتى لو ضغطت فرح على قائمة الإداريين مثلا الإداريين وقائمة الأعضاء، يعني لو ضغطت قائمة الأعضاء بطلع لك مين هم الأشخاص اللي معهم صلاحية إداري في ويكيبيديا العربية بأسمائهم وشو صلاحياتهم غير يعني ومتى أنشأوا حساباتهم وهيك، يعني ف يعني كله مفتوح ومتاح يعني. فعدد ايش كان السؤال؟ عدد المحررين. عدد المحررين فيعني هذه المستخدمين النشط محررين يعني عندهم صلاحية محرر اللي هم هذول هيهم 1924 شخص.
بس يعني انه منأكد على نقطة انه مثلا بتشوف 924 شخص ما تفكرش انه 924 موجودين يعني في ومش كلهم نشطين و... بالضبط مش كلهم نشطين صح يعني مثلا لو اخترت الشخص الثالث يا فرح بتوقع انه هو إفران هذا او اي شخص يعني لو اخترت اي شخص لو اخترت مساهمات نشوف متى اخر مساهمة له يعني بال 2015 بس هو معاه صلاحية محرر لأنه حقق شروط الصلاحية يعني بالمقابل أنه في مستخدمين تانيين من القائمة مثلا اللي هو مثلا يحيى فرح أول واحد هي الأسماء مع يعني ممكن الناس تستغرب بس مع الفترة في ويكيبيديا بتصير الأسماء يعني بحفظ الأشخاص اللي تعرفهم هايو يعني هذا كل هدول بيوليو 16 يوليو يعني ب 2020 فالمحررين 924 شخص في ويكيبيديا بس مش شخص مش شرط يكونوا كلهم نشطين يعني النشيط المتاح أهم شيء إنه حقق شروط الصلاحية وأخذ الصلاحية ومتى بده بيحرر يعني هذا برضو إنه التحرير في ويكيبيديا تطوع مش إجباري نهائيا تمام بعتقد يعني تهمنا إحنا الوقت وإن شاء الله إنه نأمل يعني يزيد عدد المستخدمين النشطين خصوصا بالعربية ونقدر إنه فعلا نسري المحتوى العربي على ويكيبيديا علاء وفرح بدي أشكركم كثير لأنكم كنتوا معنا بالورشة وإذا بتحبوا أي نصيحة أخيرة أو أي جملة أخيرة تحكوها للمشاركين وعلى الموجودين على اللايف وشكرا كثير لكم شكرا لكم بنصحكم يعني اللي ما أنشأ حساب ينشئ حساب ويجرب يجرب يكتب في الملعب يتعود شوي على طريقة التحرير بعدين ممكن مهام بسيطة مثل تصحيح إملائي تدقيق لغوي يعني شغلات اللي قوتكم فيها أكثر مثلا إنه تدريجيا وعشان يعني تتعرفوا كمان على طريقة المساهمة في ويكيبيديا والمجتمع والانخراط في المجتمع وبتأمل يزيد العدد وتزيد جودة المحتوى وكميته شكرا للجميع ونفس النقطة اللي حكاها فرح طبعا يعني أول شيء إنه شكرا للحضور طبعا وشكرا لمركز حملي وللجميع يعني حضر بالنسبة للنقطة بس النصيحة يعني أنا بنصح والله يعني إنه الجميع يعني يحاول قدر المستطاع ينخرط في ويكيبيديا ويتذكر إنه فيش إشي إجباري عليك في ويكيبيديا بمعنى إنه ما فيش حد بيجبرك بعدد تعديلات محدد في اليوم أو نوع معين من التعديلات أنت شايف حالك والله قادر تعمل اليوم تعديل تمام بكرة بعده بعد سنة المهم إنه انشئ حساب وكون متواجد يعني على أساس إنه يعني شو مكان اللي بمخيلتك يعني في ناس تكون مثلا هدفهم انه نحافظ على اللغه العربيه في ناس اللي هي مكافحه التخريب في ناس متابعه التزوير اللي بيصير في المقالات وبنفس الوقت ما نضلش نحط اللوم انه يعني في ناس بتحط اللوم على انه ويكيبيديا انه فيها والله معلومه غلط عن فلسطين سواء بالعربي او بالانجليزي او باي لغه بيكون يقول انه والله ويكيبيديا في وراها ناس وفي مدعومه من جهه فلانيه او من جهه علنيه او انه ما الى ذلك لا انتم شايفين الموضوع مفتوح للجميع متاح للجميع يعني فأنت ممكن يعني حتى فرح بيعرف إنه ممكن إنه علاء بيكتب مقالة ويكون منحاز لجهة معينة مثلا فيها ممكن تيجي أنت وتعلق تعليق في نقاش المقالة أو تفتح نقاش في الميدان المقالة والله منحازة أو ما إلى ذلك إنك تلفت النظر لإشي واسع يعني ووجود الجميع ويكيبيديا يعني محل ترحيب وإنه معروف يعني بالنهاية إنه ويكيبيديا من المواقع العشر الأوائل على مستوى العالم ف فاللي بتكتبه زي ما حكينا المرة الماضية بينحفظ للأجيال يعني شو مكان يعني شو مكانة المقالة اللي بتكتبها سواء سطر سطرين كله مقبول في ويكيبيديا يعتبر ضمن السياسات وأكيد كله راح يعني بال 442 مليون شخص في الوطن العربي إلا تلاقي شخص مهتم باللي كتبته أنت ودخل يقرأ واستفاد منه بنفس الوقت شكرا للجميع وإذا بدكم أي عندكم أي استفسارات كمان بنشارككم طريقة الاتصال فينا عن طريق حملة ببعتوا لكم معلومات التواصل وفي كمان مجموعة ويكيبيديا العربية على الفيسبوك كمان هذه ممكن طريقة للانخراط في النقاشات يعني قبل ما تبدوا في يعني يعني فرح ممكن عشان نفرجيهم كيف يوصلوا للشيء لو فتحت الميدان هيو على الجنب عندك عند قسم مشاركة في الميدان
مشاركة ثالث واحد أيمن الميدان، بتلاقي إنه موجود هي إنه نقع على الجنب، هي مجموعة الويكيبيديين على الفيسبوك، يعني مكتوب في المربع الرمادي الموجود على اليسار مجموعة الويكيبيديين. هاي موجوعة مسمو موجو يعني مجموعة غير رسمية، بس هي للويكيبيديين العرب يعني موجودين فيها، بتناقشوا فيها، بتلاقينا كنا يعني أنا وفرح وغيرنا من المحررين في الويكيبيديا العربية موجودين فيها، الجميع مرحب يدخل فيها طبعا ويشارك، حتى لو يعني شخص ممكن بدوش يعمل حساب بس بده يكون مشارك موجود في النقاشات، ولو دخل على المجموعة راح يلاقي إنه في ناس مش مساهمين في الويكيبيديا بس بيطرحوا نقاشات وأسئلة وما إلى ذلك، وجاب عنهم بصدر رحب، يعني ما حدش بيقول لك ما تجاوب ما تسألش. بالضبط، وفي طبعا قائمة بريدية وقناة دردشة على الاي ار سي، حتى على الصفحة الرئيسية، يعني فرح لو فتحت الصفحة الرئيسية لويكيبيديا بتلاقوا اللي هي أيقونة الحسابات الرسمية موجودة تحت تصفح كل البوابات، هي موجود اللي هو أيقونة فوق فوق فرح. وين؟ هي ايوه، يعني بتلاقي حساب اليوتيوب الرسمي والانستغرام وتويتر وفيسبوك، وجميعهم الرسائل ايوه فيهم مفتوحه طبعا تقريبا، يعني ممكن تراسلوا اي حساب والحسابات راح تكون سعيده، يعني برضو انه اذا هي ما ساعدتكوش ممكن توجهكم الى محرر ثاني او توجهكم على الاقل للمجموعه على الفيسبوك وتسالوا فيها، يعني بتلاقوا حد من ويكيبيديا يجاوبكم على اسئلتكم او اي طلب مساعده. واخر نقطه ممكن فرح نحكي عنها لو فتحت على اللي هي، بس الميدان. اخر نقطه يعني عشان من اللي هي فتحت الميتا اني افتح لهم صفحه ويكيميديا ليفنت بالنسبه للاشخاص، اللي هي لو فتحت اللي هي ويكيميديانز او بالميتا، بس هي اخر نقطه احنا عشان الوقت برضه اخذنا منه بكثير. يعني هو فرح بحث على جوجل، هي اول شيء طلعت اللي هي ويكيميديانز اوف ذا ليفنت، هي اللي هي احنا مجموعه مستخدمين ويكيميديا بلاد الشام، هذا اللي عندنا مكتوب يعني واضح 83 عضو، هذا الايميل الرسمي عندنا والميلينج ليست تبعتنا والحسابات على مواقع التواصل، ومكتوب مين الكونتاكت بيرسون، هي اسم فرح موجود من الاشخاص اللي هم التواصل في، وممكن تلاقي كل التفاصيل من ناحيه عندنا المشاريع اللي بنعملها فوق، ممكن الممبرشيب البروجكت كيف تكون عضو معنا، برضه كل شيء موضح في الصفحات، يعني ممبرشيب administration report history كل شيء موضح طبعا، و هاي بالعربي بعدين يعني هاي بالعربي طبعا. واهلا وسهلا بالجميع، يعني شكرا لكم، شكرا كثير، شكرا لحمله، شكرا كثير لكم، بتمنى يعني كمان لقدام ان شاء الله بكون في كمان مشاريع تعاون اكثر. شكرا للجميع اللي حضروا الورشه، برضو بتقدر تتابعونا على حمله على حساباتنا اول باول، حننزل ورشاتنا ويعني كل جديدنا أول بأول. شكرا كثير مرة ثانية فرح علاء، كثير كنا مبسوطين إنكم كنتوا معنا، بنشكركم جدا، شكرا للجلمات، سلامات.